بتقوم به بيقوم به القطاع الخاص في هذا الإطار كشريك أساسي للدولة. ومن المعلوم أن القطاع الخاص له دور كبير في المساهمة في التنمية والنهوض بالمشروعات الخاصة بالدولة تحقيقا للأمان الغذائي للمواطن. طبعا هو كلام حضرتك مظبوط، لأن الاقتصاد له زراعين، زراعة الدولة وزراعة القطاع الخاص. النهاردة كلنا شايفين المجهودات الجبارة اللي بتبذلها الدولة لإقامة مشاريع عملاقة، فما كناش إحنا كقطاع خاص هنلبي نداء الدولة للدخول لإدارة هذه المشاريع والمشاركة فيها يبقى إحنا مقصرين. ومن هذا الباب، من هذا المنطلق يعني، احنا شفنا ان احنا ده مجالنا، والدولة عاملة مشروع هنا على اعلى مستوى من الامكانيات. اي مربي في اي حد شغال يعني في الانتاج الحيواني يتمنى ان هو يكون عنده هذه الامكانيات. فتقدمنا واتناقشنا واتفقنا بحيث ان احنا لينا الادارة والمشاركة معهم مع الدولة، ونأمل إن شاء الله إن ربنا يوفقنا مع بعض بإذن الله. يعني إذن يعني دكتور محمود، هي مشروعات متكاملة تقوم بها الدولة في إطار الأمن الغذائي والثروة الحيوانية. لو تحدثنا مع حضرتك عن الميكنة، التكنولوجيا الحديثة، دورها في التوسيع أو توسع في هذا المجال المتعلق بالثروة الحيوانية. هو الحقيقة في النقطة ديت القائمين على إنشاء المشروع اللي هو الجزء الخاص بالدولة يعني تم عمله على أكمل وجه. يعني انت عارف حاجة، دي مزرعة ألبان، فمن ضمن أهم حاجة فيها المحلب اللي هو بيحلب الأبقار. فهو الحقيقة جايبين هنا الدولة يعني جايبة محلب على أعلى مستوى، الكترونيك، محلب فيه كل شيء، كمبيوترايزد، فولي كمبيوترايزد، وحتى الانشاءات والمعدات كمان اللي هي اللي بنستخدمها في المزرعه جايه الحقيقه كلها على اعلى مستوى واحسن الملكات. فرص العمل في هذا الاطار، لاي مدى هذه المشروعات خاصه المشروعات المتكامله مثل مجمع الانتاج الحيواني والالبان بمدينه السادات لها دور في توفير فرص عمل بشكل اكبر، وفرص العمل دي هل هي دائمه او فرص عمل موسميه؟ لا، هو احنا سيادتك عندنا الاثنين، يعني المجمع هيتيح فرص عمل كبيره جدا 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 دائمه وكبيرة برضو موسميا، ده هيبقى فرص عمل مباشرة. في بقى فرص عمل كمان غير مباشرة اللي وفرها المجمع لما يشتغل، فطبعا ده شيء يحمد يعني ويحسب للمشاريع. احنا بنشكر حضرتك دكتور محمود الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة مالتي ديري وإحدى الشركات المشاركة أو شريك أساسي.
تفضل استاذ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. هكذا وصف الله عز وجل وطننا الغالي في كتابه العزيز. فالرزق والخير دائما متلازمان فيها إلى يوم الدين. ولهذا نتفاخر ونقول مصر الأرض، مصر الوطن، مصر السلام. لك يا بلادي كل الخير، لك كل التقدير والاحترام. إن أردنا وصف عشقنا لاسمك لم يسعفنا حلو الكلام. فالأمل الكبير يتحقق فيك عندما يتمسك أبناؤك الأوفياء بالحق والصبر والإرادة، فهم دائمي السعي دون كلل أو ملل رغم توالي الصعاب والتحديات لتحقيق أمالك وأهدافك وما يليق بك يا مصر من خير ونجاح. إنجاز وراء إنجاز، وهدف يلاحق الآخر، يعمر أرضك لتتسع الرؤية ونتأمل تنمية حقيقية وشاملة في مختلف المجالات، خاصة في مجال الأمن الغذائي، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وغذائية تعصف به. لكن في مصر كانت رؤية القيادة السياسية ثاقبة، حيث كان لها السبق في الحفاظ على قوة هذا الملف، وعملت بحكمة على تنميته. ففي الأمس القريب شهدت مصر افتتاح عدة مشروعات تتعلق بالأمن الغذائي، ويأتي على رأسها مشروع تشكى العملاق، تشكى التي ادعى عليها البعض إفكا بأنها أرض جرداء لا يصلح فيها زرع ولا ماء، وكذلك مشروع الدلتا الجديدة التي تحتوي على مزارع مستقبل مصر بمحاصيلها الاستراتيجية من القمح والبنجر وغيرها من المحاصيل المتنوعة، والتي كان لها أثر ملموس في تحقيق الأمن الغذائي في ظل أزمة غذاء عالمية طاحنة. واستكمالاً للرؤية الاستباقية للقيادة السياسية المصرية، نشهد اليوم افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان. فخير ما نستهل به يومنا آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هي مؤسسة اقتصادية تابعة للقوات المسلحة، تساهم مع باقي أجهزة الدولة في التنمية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري،
وقد ساهم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إسهاماً فعالاً لتحقيق التوازن في السوق المصرية. عن هذا الموضوع يحدثنا اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، إن الناظر والمتأمل الأحداث الدولية العالمية يدرك أن الغذاء قد تحول من مجرد سلعة تجارية قابلة للبيع والشراء إلى سلاح يستطيع من يملكه أن يصوبه نحو من يحتاج إليه لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية معينة. وكل دول العالم أدركت تلك الحقيقة جيداً وأصبحت تبحث عن طرق ومسارات جديدة تسير فيها للحفاظ على أمنها الغذائي. ومصر ليست بمعزل عن العالم الذي نعيش فيه، وقد كانت قراءة مصر لكل هذه المشاهد أكثر شمولاً ورؤيتها للمستقبل أكثر موضوعية، فلم تكتفي بما تنتجه من غذاء بل خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية نستطيع بها أن نقفز خطوات للأمام لسد أو تقليل الفجوة الغذائية التي نعاني منها منذ عقود طويلة نتيجة لتآكل الرقعة الزراعية من جهة وزيادة معدلات النمو السكاني من جهة أخرى. سيادة الرئيس، تنفيذاً لتوجيهات سيادتكم المستمرة ومساهمة مع أجهزة الدولة المختصة في وضع نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لأبناء وطننا الغالي مصر، خاصة في ظل التداعيات العالمية الحالية وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي، فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بتأسيس مشروعات زراعية حديثة نستهدف منها أمننا الغذائي. واسمحوا لي سيادتكم أن أستعرض أهم هذه المشروعات. زراعة 400,000 فدان حالياً بواسطة القمح والمحاصيل الحقلية المتنوعة، منها 300,000 فدان بجنوب الوادي، بالإضافة للمساحات المنزرعة بالصوب الزراعية والأراضي المفتوحة بكل من النبارية ووادي الملاك ووادي النطرون والتل الكبير ووادي الشيح ومزرعتي الإرادة وتحيا مصر. مشروع استصلاح وزراعة 1,000,000 فدان بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة والجهات المعنية بالدولة. مخطط زراعة 600,000 فدان بتوشكا علاوة على 400,000 فدان جاري استصلاحها حاليا ضمن 2.2 مليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة العملاق بمنطقة الضبع. وفي مجال توفير الأسمدة الزراعية جاري العمل حاليا على استكمال مجمع الأسمدة الأزوتية المتكامل بإجمالي 6 مصانع جديدة بالعين السخنة بالتعاون مع مجموعة تيسن كروب الألمانية وبتروجيت ليصبح إجمالي مصانع الأسمدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة 22 مصنع. سيادة الرئيس، لقد شرفنا بافتتاح سيادتكم تدشين موسم حصاد السلعة الاستراتيجية الأهم لدى الدولة المصرية والمصريين جميعا من تشكى الخير وشرق العينات بجنوب الوادي لمساحة 220,000 فدان قمح، واليوم استكمالا لما عهدنا سيادتكم عليه يقوم الجهاز بتنفيذ 6 مشروعات تنموية كبرى تساهم في تنمية الثروة الحيوانية في مصر وتعظيم العائد منها وخفض معدلات الاستيراد للحوم ومنتجات الألبان بمحافظات المنوفية والبحيرة والوادي الجديد والبحر الأحمر بطاقات استيعابية إجمالية من منتجات اللحوم والألبان كالآتي: 20,000 رأس ماشية لإنتاج الألبان بمتوسط طاقة إنتاجية 600,000 لتر يومياً، 108,000 رأس ماشية للتربية والتسمين بطاقة إنتاجية إجمالية 54,000 طن لحوم حية بالدورة الواحدة، 4 خط للذبيح الآلي بطاقة إنتاجية 640 رأس بالوردية الواحدة. وها نحن اليوم استكمالا لما بدأناه نشرف بافتتاح سيادتكم لعدة مشروعات تم بحمد الله الانتهاء من تنفيذها في نطاق محافظة المنوفية ومن هنا في مدينة السادات. نفتتح مشروعين هما المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب
والمجهز بأحدث الأجهزة المعملية والتقنيات الحديثة وطبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وهيئة سلامة الغذاء. يثري منظومة البحث العلمي بكليات الطب البيطري بمختلف الجامعات المصرية والأجنبية وعلى كافة المستويات البحثية. المجمع المتكامل إنتاج الحيواني الألبان مكون من 6 مزارع، 5 لإنتاج الألبان بطاقة استيعابية 5000 رأس حلاب ومزرعة لتربية نتاج الحلاب، بالإضافة إلى 4 مشروعات أخرى يتم افتتاحها من خلال منظومة الفيديو كونفرنس. مشروعين في نطاق محافظة البحيرة، مجمع الإنتاج الحيواني بشمال التحرير ومجمع إنتاج الألبان بالنبارية. مشروع مجمع إنتاج حيواني في نطاق محافظة الوادي الجديد، مجزر آلي متكامل بسفاجة في نطاق محافظة البحر الأحمر بتكنولوجيا إيطالية. علاوة على قيام الجهاز باستكمال مجمعين جديدين لإنتاج الألبان بمدينتي الحمام ووادي النطرون بإجمالي طاقة استيعابية 10000 رأس حلاب، بطاقة إنتاجية 300000 لتر يومياً، ومجزر آلي متكامل بالنبارية بطاقة إنتاجية 320 رأس ذبيح بالوردية الواحدة، ومخطط الانتهاء منه خلال شهر إن شاء الله. ولتعظيم القيمة المضافة لمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، فإن رؤيتكم ونظرتكم المستقبلية الثاقبة سيادة الرئيس كانت بضرورة استكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، ومنها المشروعات القائمة على نتائج الذبيح مما يساهم في الحفاظ على البيئة من خلال مجمع صناعي ضخم بمدينة روبيكي يضم مصنع إنتاج الأسمدة العضوية من بقايا الجلود بتحالف مع شركة إلسا الإيطالية، بالإضافة إلى مصانع أخرى لدباغة الجلود وصناعة الكيماويات والجيلاتين الغذائي والطبي بكيان جديد ليزر أند مور وبتحالف أوروبي أمريكي. مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي VBC بمشارف مدينة إسماعيلية بطاقة إنتاجية 5.2 مليار جرعة لقاح بيطرية سنوياً تمثل حوالي 50% من حجم الجرعات المطلوبة على مستوى الدولة المصرية بشراكة مع شركي ميفاك ويوفاك، بالإضافة إلى 140 مليون جرعة أخرى من اللقاحات والأمصال البشرية. مصنع لإنتاج الجبن الجاف والنصف جاف في برج العرب بطاقة إنتاجية 12000 طن سنوياً بتعاون أوروبي وشركة لاكتيليز إحدى شركات القطاع الخاص المصري لإنتاج 8 أنواع من الأجبان عالية الجودة ووفقاً للمقاييس العالمية. حلم جديد لمصنع جديد. مشروع إنشاء مصنع ببرج العرب لاستخلاص البروتين واللاكتوز المادة الخام الأساسية لصناعة لبن الأطفال من شرش الجبن الناتج من مصنع الجبن الجاف والنصف جاف والتي يتم استيرادها حالياً من الخارج. سيادة الرئيس، إن مشروعات الأمن الغذائي التي كلف بها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تعتمد على التكامل بين المشروعات الزراعية والصناعية والتي نراعي فيها أساسيات ومعايير سلامة المنتج الغذائي. ومن تلك المشروعات مشروع التوسعات المستقبلية بالمرحلة الثانية بشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات والتي سيتم افتتاحها في المستقبل القريب بإدخال مصانع جديدة لمنتجات الألبان والحلاوة الطحينية والكرتون ومجهزة بأحدث المعدات وخطوط الإنتاج بتقنيات وتكنولوجيات أوروبية عالية المستوى، بالإضافة إلى محطة إعادة تدوير المذيبات ومعمل مركزي لإجراء التحاليل الدورية. مشروع إنشاء مجمع الصناعات الغذائية قهوة يدفينا بمدينة السادات بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والمكون من 11 مصنع للمعلبات والمركزات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها وفقاً لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي لاستكمال حلم مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات. مشروع إنشاء مصنع منتجات البطاطس بشرق العوينات بطاقة إنتاجية 10 طن في الساعة وبطاقة تخزينية هي الأكبر في مصر بإجمالي 134000 طن تبريد وتجميد وبتكنولوجيا أمريكية وأوروبية وبالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص. مشروعات جديدة بجنوب الوادي بمنطقة توشكا تضم 3 مصانع، مصنع للتمور بطاقة 10 طن في الساعة بتكنولوجيا إيطالية ومصنع لإنتاج الأخشاب من جريد النخل بطاقة إنتاجية 120000 متر مكعب سنوياً بالتعاون مع شركة ويزر الألمانية، وجري حالياً إنهاء التفاوض على إنشاء مصنع
لإنتاج السكر من مدي الخام البنجر وقصب السكر بطاقة إنتاجية 500 ألف طن في السنة. سيادة الرئيس، إن المشروعات الجديدة الجاري العمل بها سيكون لها الأثر الإيجابي بمنظومة الأمن الغذائي المصري، حيث تحققت بتوفيق من الله عز وجل ثم توجيهات سيادتكم والدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة، وأيضا أحسنت في توظيفها جهود رجال الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني والشركة الوطنية للمقاولات. وأستأذن سيادتكم في الإشارة إلى التعاون الصادق والبناء الذي قدمته وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري وأكاديمية البحث العلمي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية عند تنفيذه تلك المشروعات. سيادة الرئيس، في نهاية كلمتي لا يسعني إلا أن أكرر العهد والوعد الذي قطعناه على أنفسنا بمواصلة السعي الحثيث نحو البناء على ما تحقق من إنجاز. فشعب مصر العظيم يستحق منا أن نوجه كل طاقتنا صوب تحقيق كل ما يتطلع إليه، ويعلو على جبيننا علامات الفخر وبسمات الأمل. حفظ الله مصر وحفظ شعبها العظيم. دامت مسيرتكم الناجحة سيادة الرئيس لما فيه خير الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة من فيه. إن الأحلام لا تسقط بالتقادم، فالإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل. دعونا نشاهد الآن فيلما تسجيليا بعنوان حلم جديد. ملكها الفلاحي مصر 2 مليون، ال 2 مليون دول لو اتغيروا اتاخدوا ال 2 مليون دول ودينا للفلاحين اللي هي النوع اللي بيزيد ده، اخش على الاسره ديت اقول له انا هديك راس او اتنين، الراس او اتنين دول يبقى هو الدوله مع المجتمع المدني قدرت تغير حياه الناس بمنتج يزود انتاج ويخفض تكلفه هذا الانتاج ثم اغير حياه الناس. وهو حلم كبير قوي بس مش كبير علينا ولا على المصري. وتسارعت خطط الدولة للاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية وصناعتها التكميلية، وبكده أصبح أمل الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني نموذج قابل للتطبيق، فكان الانطلاق نحو آفاق جديدة تحقق الأمن الغذائي عبر عشرات الصروح الإنتاجية الغذائية. الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني أحد القلاع الإنتاجية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتي أقامت 29 مزرعة منها 21 مزرعة تسمين و8 مزارع حلابة، ساهمت في ضبط أسعار منتجات اللحوم والألبان وتوفيرها بمزايا تنافسية وجودة عالية وحماية السوق المحلي من الاحتكار. بسواعد 8000 من العاملين المتخصصين، بالإضافة إلى 50000 من العمالة غير المباشرة. وهنا بتكمل مصر الطريق بتحقيق حلمها لسد الفجوة الغذائية من اللحوم والألبان ضمن مشروع المليون رأس ماشية، واللي بدأ بتربية 200000 رأس، منها 180000 من عجول التسمين و20000 من الأبقار الحلابة. وبكده استمر العمل بملء الأمل حتى نجحت في إنشاء المزيد من مجمعاتها الجديدة، ومن بينها مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، نطاق إنتاجي يضم 5 مزارع حلابة بقوة 5000 رأس تنتج يوميا 150 طن من الألبان،
فضلاً عن مزرعة تسمين إنتاجات مزارع الحلاب، كما يتسع المشهد لمستشفى بيطري ومبنى للتلقيح الصناعي. انتهت الشركة من إنشاء المركز العلمي البيطري للأبحاث ليضم 29 معملاً تشخيصياً وبحثياً ضمن أجنحة رئيسية للتحسين الوراثي والجراحة والتجارب ذات الأمان الحيوي. يضاف إليها معامل متخصصة في البحوث الصيدلانية والبايوكيميائية والأغذية والمياه ومراقبة جودة الأعلاف، فضلاً عن منظومة للتعقيم ومزرعة بحثية وقاعات دراسية ومناطق إدارية. نصل إلى منطقة شمال التحرير بمحافظة البحيرة، حيث يقع مجمع الإنتاج الحيواني رقم 6، واللي بتتسع مزارعه الفرعية الأربعة لتضم 20,000 رأس تسمين، بطاقة إنتاجية 10,000 طن من اللحوم الحية في الدورة الواحدة، مستشفى بيطري ومزرعة نباتية ومناطق إدارية. نواصل جولتنا في الافتتاحات الجديدة وصولاً لمجمع إنتاج الألبان رقم 2 بالنوبارية، واللي بيضم 2 من المزارع الحلابة بطاقة استيعابية بلغت 2000 رأس حلاب، تنتج 60 طن من الألبان يومياً. ونمضي قدماً إلى محافظة الوادي الجديد وبالتحديد الواحات الخارجة، حيث يقع مجمع الإنتاج الحيواني رقم 7، واللي بيضم مزرعتين بيتسع 10,000 راس تسمين، بطاقة إنتاجية 5,000 طن من اللحوم الحية في الدورة الواحدة. كما يتسع المجمع لمستشفى بيطري ومناطق إدارية وترفيهية. إلى مدينة سفاجة على شاطئ البحر الأحمر يتجلى المعنى الشامل للتكامل في مشروعات الثروة الحيوانية بإنشاء المجزر الآلي المتطور بطاقة إنتاجية 320 رأساً في الوردية. وبالإيقاع المتسارع يتواصل العمل للانتهاء من إنشاء حزمة من المشروعات الجديدة، ومنها مجمع للإنتاج الحيواني والألبان بمدينتي الحمام ووادي النطرون. وبكده مصر بتواصل طريق النجاح بافتتاح المزيد من المشروعات في مختلف القطاعات وسط سباق لا ينتهي مع الزمن. صدق اللي هتشوفه بعينيك في البلد دي لسه فيه وفيه. حقا إنها إرادة شعبية لأمة أبية تخلق من التحديات مزيداً من الفرص الواعدة من أجل حلم جديد. كان وما زال لمصر خطوات استباقية في العديد من المجالات جعلتها في مأمن من الأزمات العالمية، ومن ضمن المجالات التي شملتها هذه الخطوات الاستباقية مجال الإنتاج الحيواني. في هذه النقطة يحدثنا الدكتور محمد صلاح عيسى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم.
بأسمى آيات الاعتزاز والتقدير أتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والامتنان على تشريف سيادتكم اليوم لافتتاح إحدى مراحل المشروع القومي لتنمية الثروة الحيوانية، أحد المشروعات التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة 2030. وبناءً على توجيهات سيادتكم خلال تشريفكم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم في ديسمبر 2019، بضرورة امتلاك القدرات الإنتاجية من خلال توطين التكنولوجيا الحديثة في التحسينات الوراثية وإشراك القطاع الخاص لتحقيق التوازن المطلوب بين الزيادة السكانية والقدرات الإنتاجية، وإيماناً منا بالدور الوطني للشركة في المشروع القومي لتنمية الثروة الحيوانية والمساهمة مع كافة أجهزة الدولة في سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني وتوفير غذاء صحي وآمن من اللحوم والألبان. قامت الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني بالآتي: أولاً، المساهمة في تدبير رؤوس الماشية وتوزيعها على صغار المربيين من خلال المشروع القومي للبتلو. ثانياً، إبرام عقود مع كبرى شركات القطاع الخاص في العديد من المحافظات كالآتي: توريد عدد 60,000 رأس تسمين لعدد 2 مجمع للإنتاج الحيواني بمحافظة البحيرة، إدارة وتشغيل كل من المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات محافظة المنوفية، ومصنع الجبن الجاف والنصف جاف في برج العرب محافظة الإسكندرية. ثالثاً، تم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي للاستغلال الأمثل للمراكز العلمية والبحثية وكافة إمكانيات الشركة من خلال مشروعات بحثية بهدف تمصير وتمطين السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان. رابعاً، تم الاتفاق مع الشركة المصرية السودانية على توريد 10,000 رأس للذبيح الفوري من دولة السودان الشقيق، وتم توريد 1,000 رأس للذبيح الفوري بمجزر سفاجة وجار استلام باقي الشحنات على دفعات. وفي إطار توجيهات سيادتكم، تم تنفيذ عدد من مشروعات تنمية الثروة الحيوانية روعي عند تنفيذها الضوابط والمعايير الفنية والعلمية وكافة عوامل الأمان الحيوي والصناعي لضمان نجاح تلك المشروعات مع الاستعانة بشركات القطاع الخاص. واليوم نشهد افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات على مساحة 1,000 فدان، مكون من 6 مزارع نموذجية، 5 مزارع حلاب بإجمالي طاقة استيعابية 5,000 رأس حلاب مزودة بأحدث المحالب الآلية، مزرعة تسمين بطاقة استيعابية 3,000 رأس تسمين، المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب. تم إنشاء المركز العلمي ليكون مركزاً للأبحاث والتطوير لمواكبة التقدم العلمي في مجال تنمية الثروة الحيوانية والمساهمة في الآتي: التحسينات الوراثية بغرض تمصير وتوطين السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، وإتاحة الفرصة لتدريب طلبة الدراسات العليا بالجامعات المصرية والمراكز البحثية. المزرعة البحثية وتقع على مساحة 4 فدان، تهدف إلى إجراء الأبحاث اللازمة لتحسين السلالات العلفية المحلية وإنتاج سلالات علفية جديدة ملائمة للبيئة المصرية. المجزر الآلي المتكامل بسفاجة بمحافظة البحر الأحمر بطاقة إنتاجية 320 رأس على الوردية، ومحجر بيطري بطاقة استيعابية 5,000 رأس، ومصنع لإنتاج مصنعات اللحوم بطاقة إنتاجية 150 طن على اليوم، ووحدة معالجة المخلفات للحفاظ على البيئة والصحة العامة. عدد 3 مجمعات للإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان بطاقة استيعابية 30,000 رأس تسمين و2,000 رأس حلاب بمحافظات البحيرة والوادي الجديد. السيد الرئيس، الحضور الكريم، إن هذا المشروع لا يحمل في طياته خطوات جادة لتنمية الثروة الحيوانية والوقوف الحقيقي على التحديات الحالية والمستقبلية وكيفية علاجها بأحدث الأساليب العلمية من أجل امتلاك القدرات الإنتاجية لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.
سيادة الرئيس، نجدد عهدنا مع الله ثم سيادتكم وشعبنا العظيم في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة. حفظ الله مصر وجيشها وشعبها وأدام علينا نعمة الأمن والأمان. وأستاذ سيادتك يا فندم في افتتاح بعض المشروعات بتقنية الفيديو كونفرنس. مجمع إنتاج الألبان رقم 2 بالنوبارية. مجمع الإنتاج الحيواني رقم 6 بشمال التحرير. مجمع الإنتاج الحيواني رقم 7 محافظة الوادي الجديد. المجزر الآلي المتكامل بسفاجة محافظة البحر الأحمر. هيا يا عمر افندم. شراكة القطاع الخاص في مصر من أهم أهداف الدولة والتي تسعى لها بكل اهتمام في مختلف المجالات. عن هذا الأمر يحدثنا المهندس محمد محمود شفعي المدير التنفيذي لشركة مالتي ديري، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، يسعدني المشاركة في هذا الحدث العظيم وسط احتفال الدولة بافتتاح عدة مشاريع تنموية كبرى تعود فائدتها على المواطن المصري. وفي إطار توجيهات فخامتكم بمشاركة القطاع الخاص وتشجيع على جلب الاستثمارات المحلية، وهو الأمر الذي سوف يسرع من وتيرة التنمية ويضمن التزام القطاع الخاص بتحقيق أعلى عائد للدولة من المشاريع المقامة. السيد رئيس الجمهورية، إننا اليوم نقدم نموذج ومثال حي للتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية متمثلا في الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني وبين القطاع الخاص،
والذين قدما نموذج مشرف لمشروع متكامل تم تصميمه وتجهيزه بأحدث التقنيات ومراعاة المعايير العالمية لمزارع الألبان واستخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الفنية. ونحن على يقين أن القطاع الخاص بمساهمته بالتمويل والإدارة الفنية من خلال خبراتنا في هذا المجال وفلسفتنا التي تكمن في حرصنا على نقل الخبرات الفنية والإدارية لكل العاملين بالمشروع. إن هذا المشروع يعد خطوة هائلة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان واللحوم، حيث يضيف هذا المجمع عند تشغيله بطاقاته القصوى ما يقرب من 50 إلى 60 ألف طن لبن سنوياً وألف طن لحوم حية من نتاجات المزرعة. ولا يقتصر هذا التعاون على هذا المشروع فقط، بل يعد نواة لعدة مشاريع أخرى أهمها مشروع توطين السلالات الأصيلة في مصر. واسمحوا لي سيادتكم أن أشيد هنا بدور الدولة في تنمية الاقتصاد من خلال إقامة مشروعات تدفع عجلة الإنتاج وتساهم في نمو الناتج المحلي وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، علاوة على دورها الجبار في توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشاريع. وأحب أن أختم كلماتي سيادة الرئيس بأن الأمل والعمل الجاد والتوكل على الله هما السبيل الوحيد للنجاح. الأمل هو الغاية وهو الدافع الحقيقي للإنسان. أمل بغد أفضل وبوطن نباهي به الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة عمي فندم. التقدم في أي مجال مرتبط دائما بالبحث والتخطيط والتنفيذ، فمرحلة البحث هي أساس التنمية والتطوير. في هذا الإطار يحدثنا الأستاذ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اسمحوا لي فخامتكم أن أنقل لسيادتكم رسالة شكر وتقدير وإعزاز من مجتمع البحث العلمي المصري على دعمكم الكبير وغير المسبوق للعلم والعلماء. إن مجتمع البحث العلمي فخامة الرئيس يقدر عاليا لقائكم السنوي بعلماء مصر وتكرمهم ومنحهم الأنواط والأوسمة، وهي رسالة مفادها أن مصر تجل العلم والعلماء وتقدر دورهم في بناء الإنسان والتحول نحو اقتصاد المعرفة. نقدر عاليا فخامة الرئيس توجيهكم بزيادة مخصصات البحث العلمي والتي تضاعفت 3 مرات في الأعوام 7 الماضية، وجهودكم في تطوير البنية البحثية والقاعدة العلمية في مصر من خلال إنشاء الجامعات الجديدة والمراكز والمدن البحثية والعلمية، والتوجيه بتنقية البيئة التشريعية وصدور حزمة من القوانين المحفزة للبحث العلمي والتي تدعم الإدارة الاقتصادية لمؤسسات البحث العلمي. السيد الرئيس، لقد كان لتوجيهات سيادتكم بضرورة أن يضم كل كيان اقتصادي وصناعي جديد مركزاً متطوراً للبحوث والتطوير والابتكار لدعم البحوث التطبيقية وتطوير الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، أثراً عظيماً في ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع. رأينا هذا في مدينة الدواء المصرية، واليوم نراه في الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني. اسمحوا لي سيادة الرئيس في كلمات مختصرة عن هذا المشروع الضخم الذي يشرب بافتتاح فخامتكم اليوم. إن هذا المشروع القومي يهدف في المقام الأول إلى تأمين الغذاء ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات التي تواجه إنتاج الغذاء في العالم عموماً وفي الدول النامية ومنها مصر على وجه الخصوص، بسبب الجفاف وندرة المياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وغير ذلك من الصراعات الجيوسياسية في أماكن إنتاج الحبوب الرئيسية في العالم وتعطل سلاسل الإمداد، مما يجعل مشروعات الأمن الغذائي في مصر مشروعات قومية ذات طبيعة خاصة وأهمية قصوى. السيد الرئيس، هذا المشروع يضم بين جنباته واحدا من أحدث المراكز العلمية ومراكز البحوث والتطوير في مجال البحوث البيطرية والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية وسلامة الغذاء والأعلاف الحيوانية وترصد الأمراض الوبائية والمشتركة، وهو مزود بأحدث الأجهزة والمعدات ووسائل الأمان الحيوي طبقا للمعايير الدولية، ويضاهي أحدث المراكز المماثلة حول العالم،
وهي قدرات بحثية هائلة تضيفها الدولة المصرية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار. والآن جاء دورنا لتعظيم الاستفادة من هذه القدرات الهائلة واستغلالها في تنفيذ مشروعات بحوث وتطوير تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وهي مسؤولية مشتركة بين مجتمع البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية وأقسام البحوث والتطوير في الوزارات المختلفة والصناعة الوطنية. ومن هذا المنطلق فقد بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات المصرية والمراكز البحثية بالتواصل والعمل مع الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني خلال الشهور الماضية من خلال جلسات عصف ذهني وزيارات متبادلة وورش عمل مشتركة، وانتهينا إلى الاستقرار على 5 مشروعات بحوث وتطوير كبرى سيتم البدء في تنفيذها بمركز البحث العلمي البيطري هنا بعد الافتتاح مباشرة، وهي التحسين الوراثي وإنتاج سلالات أبقار عالية الإنتاجية وأكثر تكيفاً مع الظروف المناخية المصرية من خلال برامج تهجين وتربية باستخدام أحدث تقنيات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية. تطوير منظومة وطنية لترصد الأمراض الوبائية والمشتركة والعابرة للحدود بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية. الكشف عن متبقيات الأدوية والمضادات الحيوية في الصناعات الغذائية لتوفير طعام صحي آمن للمواطن وزيادة القدرات التنافسية للصناعات الغذائية المصرية والتي تمثل ثاني أكبر حصة من الصادرات المصرية. إنتاج محلي للأعلاف من المخلفات الزراعية والنباتات الملحية والصحراوية. تنمية القدرات وبناء قاعدة علمية من شباب الباحثين وأوائل الخريجين من الكليات العملية من جميع الجامعات المصرية، حيث ستوفر الأكاديمية منحا دراسية كاملة للأوائل لإجراء أبحاثهم واستكمال دراساتهم العليا داخل المركز العلمي البيطري للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني بالتعاون مع الجامعات المصرية. ومن هؤلاء الشباب سيتم توفير الكفاءات اللازمة لتطوير هذه الصناعات الوطنية. سيادة الرئيس، ما ذكر هو مجرد بداية، ويشارك في تنفيذه فرق بحثية قومية من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والشركة الوطنية للإنتاج الحيواني وبدعم ومتابعة تنفيذ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. شكرا فخامة الرئيس، حفظكم الله ورعاكم وأدام على طريق الحق خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. تعمل الدولة المصرية من خلال برنامج قوي متكامل للحفاظ على الثروة الحيوانية بأشكالها المختلفة، وتنتهج وزارة الزراعة سياسات عدة لاستغلال كافة الإمكانات لتهيئة المناخ المناسب لزيادة الإنتاج في كل أشكال الثروة الحيوانية. والآن مع كلمة السيد الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لقد شهدت مصر خلال ال8 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق من فخامتكم للقطاع الزراعي بكل مكوناته ومحاوره، استهدفت تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، إيمانا من سيادتكم بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام. سيادة الرئيس، يلعب قطاع الثروة الحيوانية دوراً مهم وسريع النمو في الاقتصاد الزراعي العالمي، حيث يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 40% من إجمالي الناتج الزراعي في أي دولة. لذلك نستأذن سيادتكم فأن يكون عرضنا اليوم بمناسبة تشريف سيادتكم لافتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات تحت عنوان الثروة الحيوانية بوابة الأمن الغذائي. تتمثل أهمية الثروة الحيوانية في توفير فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة
مع تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان، أيضا تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مع زيادة قدرات الأسر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين، مع زيادة تمكين المرأة والشباب في الريف. كما تتمثل الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، تمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد، مع تدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين. هذا وقد واجهت تنمية الثروة الحيوانية مجموعة من التحديات، أهمها عدم وجود قاعدة بيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، قلة وجود المراعي الطبيعية، ارتفاع أسعار الأعلاف العالمية ومكوناتها، تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة، تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان. سيادة الرئيس، في ضوء التحديات التي واجهت تنمية الثروة الحيوانية على نحو ما سبق، كان تكليف فخامتكم لنا بوضع خطة للنهوض بها تم تحديد محاورها، فيه إنشاء قاعدة للبيانات، تحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية، الاهتمام بالصحة والرعاية البيطرية، دعم المشروع القومي للبتيلو، تطوير مراكز تجميع الألبان، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للخطة. وفي سبيل إعداد قاعدة بيانات مدققة، تم التوجيه بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية في كل أنحاء الجمهورية، استهدفت التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد بما يحقق التوازن المطلوب، مع التخطيط لتحديد كميات الألبان المنتجة وأماكن تمركزها لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الألبان، رسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية بهدف تحديد أماكن تمركز السلالات المحلية والمستوردة وتحديد احتياجاتها، مع رسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية ومن الأمصال واللقاحات، مع تحديد احتياجات صغار المربين الأولى بالرعاية في القرى وتوابعها، سواء من الخدمات التمويلية أو التأمينية، مع تنمية أساليب الرعاية والتربية بهدف مساعدتهم على زيادة الإنتاجية وتحسين دخولهم استهدافاً لحياة كريمة. أما على صعيد محور تحسين السلالات، فقد استهدفنا تنفيذه من خلال مدخلين. المدخل الأول تحسين السلالات المحلية من خلال وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان، حيث تم رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة، تطوير مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة للوزارة وتوفير احتياجاتها من الأجهزة اللازمة، تجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعي جديدة في القرى بهدف الوصول إلى صغار المربين، تدريب وإعداد ملقحين اصطناعيين وإكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعي والإسراع في تنفيذ الخطة، تدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان بما يتناسب مع نوعية السلالات والغرض من التربية. هذا وقد بلغت عدد الحالات التي تم تنفيذ هذا البرنامج عليها حوالي أكثر من 2.6 مليون جرعة، أعطت نتائج إيجابية لأكثر من مليون رأس خلال الفترة من 2020 حتى الآن من تاريخ تكليف سيادتكم لنا. هذا وقد أظهرت نتائج المتابعة من جانب المختصين بالوزارة أنه قد حدث بالفعل تغير في صفات الولادات من السلالات المحلية. أما بالنسبة للمدخل الثاني وهو استيراد سلالات عالية الإنتاجية، فقد تم تشجيع صغار المزارعين على إحلال سلالات الأبقار عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية، حيث تفضلتم سيادتكم بالتصديق على مبلغ 10 مليار جنيه
كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة هؤلاء المربين وزيادة دخولهم. تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهات التمويل ومنظمات المجتمع المدني وكبرى شركات استيراد رؤوس الماشية ذات الإنتاجية العالية، حيث تم الاتفاق على أسس ومعايير ومواصفات السلالات التي يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف. كما تم توقيع عدد من بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير رؤوس ذات المواصفات المطلوبة، مثل مؤسسة مصر الخير، وزارة الأواف، وزارة التضامن، وأيضا بعض مستثمري القطاع الخاص، أيضا لتدعيم شراكة القطاع الخاص في هذا المحور. متابعة منظومة المحاجر البيطرية والرقابة عليها، وخاصة المحاجر الحدودية. الترخيص باستيراد الرؤوس ذات الإنتاجية العالية سواء للمزارع النظامية أو لتوزيع على صغار المربين، مع التنسيق مع الجهاز المصرفي لوضع آليات وضوابط لتمويل صغار المربين بأسلوب ميسر وأسعار فائدة مخفضة. وقد تم بالفعل تسليم أعداد من الرؤوس المستوردة إلى صغار المربين من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة. وقد بلغت عدد الرؤوس المستوردة منذ تكليف سيادتكم لنا في أوائل 2020 حتى الآن حوالي أكثر من 35 ألف رأس ذات إنتاجية عالية. أما بالنسبة للمشروع القومي للبتيلو، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية وزيادة دخل صغار المربين بما يحقق حياة كريمة لهم، فقد بلغ إجمالي التمويل الذي منح في إطار هذا المشروع لصغار المربين والمزارعين حوالي أكثر من 7 مليار جنيه. استفاد منه أكثر من 41 مربي صغير بعدد رؤوس بلغت 461 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية، استهدافاً للتنمية الاحتوائية. أما بالنسبة لمشروع تطوير مراكز تجميع الألبان، فقد سبق العرض على فخامتكم بموقف هذه المراكز بوضعها السابق، وبناء عليه وجهتم سيادتكم بالبدء الفوري في تطوير هذه المراكز، حيث تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية. أيضا التوجيه بتطوير هذه المراكز وترخيصها لإنتاج ألبان ذات جودة عالية، مع توفير التمويل اللازم للتطوير بشروط وفائدة ميسرة، وإنشاء مراكز جديدة في المحافظات التي لا يتوفر بها مراكز. وقد تم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع الأجهزة والمعدات محليا. وقد تم الانتهاء من تطوير 212 مركز حتى تاريخه، وجاري إنشاء وتجهيز عدد 46 مركز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحلة الأولى بكرة الريف المصري، والتي لا يتوفر بها مراكز تجميع الألبان. سيادة الرئيس، تقوم وزارة الزراعة من خلال هيئاتها ومعاهدها البحثية المتخصصة بالعديد من الإجراءات الداعمة لتنمية وحماية الثروة الحيوانية، أهمها الرصد والمتابعة للحالة الصحية للثروة الحيوانية في مصر، مراقبة الحدود والمواني لمنع تسرب عترات جديدة، محاصرة البؤر المرضية مع التشخيص السريع والمبكر للأمراض المعدية، وأيضا الرقابة على المستحضرات البيطرية والأعلاف سواء المحلية والمستوردة مع تطبيق نظم الجودة والأمان. وفي مجال الإجراءات الداعمة التي تقدم للمربين، فقد تم تقديم الدعم الفني وإصدار التراخيص اللازمة لتشغيل مزارع الثروة الحيوانية، كما تم تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية لأكثر من 550 قافلة في 530 قرية، حيث تم فحص وعلاج أكثر من 450 ألف رأس خلال عامي 2021 والجزء المنقادم من 2022. كما تم أيضا تنفيذ قوافل متخصصة في مجال التناسليات، مع توفير الأمصال واللقاحات لحماية الثروة الحيوانية. كما تم إضافة محور هام، وهو أهمية التأمين على رؤوس الماشية لضمان استدامة المشروع والحفاظ على ثروة صغار المربين، حيث بلغت عدد الرؤوس التي تم التأمين عليها خلال 2020 أكثر من 1.5 مليون رأس. كما تم التوجيه بصرف التعويضات المناسبة للحالات اللازمة، وقد بلغ إجمالي المنصرف من التعويضات لهذه الحالات أكثر من 55 مليون جنيه. وختاماً سيادة الرئيس، إنما تحقق خلال الثماني سنوات السابقة من دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، مكن الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام لشعب مصر العظيم. شكرا جزيلا. أنا بس هقول لك إيه، يعني وهم بيقولوا برضو اللحمة ما زالت غالية، يعني فعايزين بس نرد عليهم ونفهمهم
الإجراءات اللي اتعملت دي لو ما كانتش اتعملت خلال الكام سنة اللي فاتوا دول كنا بقينا فين؟ هو سيادتك طبعا احنا يعني كلنا ملاحظين الظروف العالمية وارتفاع الأسعار العالمية في الأعلاف ومكوناتها وإضافات الأعلاف، ارتفاع تكلفة الشحن والنقل والنولون والتأمين وخلافه، لكن الدولة المصرية من خلال البرنامج القومي للبتلو ومن خلال تعظيم برنامج تحسين السلالات ومن خلال مشروع المليون راس، كل ده أدى إلى أن احنا وفرنا قدر كبير من احتياجات الثروة الحيوانية، وكمان بيساند في كده الثروة الداجنة. والحمد لله يمكن لو حضراتكم لاحظتم الارتفاع في الأسعار من حوالي في أواخر 2020 أو أوائل يعني قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، كان أسعار الذرة حوالي 3000 وشوية، احنا النهاردة بنتكلم في 8 وأكثر من 8، فول الصويا ارتفع أكثر من 300%، لكن الإجراءات اللي الدولة المصرية خدتها ووفرت اللحوم وحققت توازن في الأسعار ممكن يكون حدث قدر من الزيادة في الأسعار، لكن الدولة المصرية الزيادة اللي تمت في أسعار اللحوم ما تتناسبش مع الزيادة في الأسعار العالمية التكلفة. وبرضو لابد برضو أن أنا أوضح نقطة هامة مهمة في هذا الأمر، أن إحنا برضو لابد نبص للمربي والمزارع الصغير، لابد نحقق له قدر من يعني تغطية التكلفة، لابد أن إحنا عناصر التكلفة عنده ارتفعت، فإذا لابد أن أنا برضو أديله قدر من التسعير اللي هو بيمكنه من استمرارية المشروع، لأن هو لو اضطر يبيع بأسعار أقل من التكلفة زي ما حصل في يعني عهود سابقة هيؤدي إلى اندثار الثروة الحيوانية، هيؤدي إلى خروجه من الإنتاج، وبالتالي بتحصل مشاكل وارتفاع أكثر أسعار أكثر مما تصور. تفضل. أنا عايز أقول يعني أن الزيادة اللي حصل حالياً هي زيادة أقل بكتير، صحيح زيادة، لكن الدولة المصرية زي ما قال دولة رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي إن إحنا بنستوعب قدر كبير من هذه الزيادات، لكن على الجانب الآخر هناك جانب من الزيادات لابد إن إحنا نستوعبها حفاظا على استمرارية المشروعات يعني. طب أنا بس عايز مش هكمل على كلام معالي الوزير، لكن عايز أقول إيه؟ هو كلام ملخصه إيه؟ الأزمة الأوكرانية يمكن بقى لها مش مدة كبيرة أوي، لو قلنا حتى بدأت في مع يناير فبراير مارس يعني 6 شهور، لكن الإجراءات اللي اتعملت هنا اللي الدولة عملتها خلال ال7 سنين اللي فاتوا مع النمو السكاني اللي موجود مع التطور اللي حصل في الأسعار بصفة عامة في العالم كله، هتجدوا ان ما هو الطلب لما نتكلم في 7-8 سنين زاد فيهم 15 مليون مش كده 15 مليون، فال 15 مليون دول لو احنا معدلات نمو الانتاج الحيواني الوطني يعني اللي جوه الدوله بينمو بنفس بهذا المعدل كنا ممكن نحافظ على الاسعار، لكن في متغيرات اخرى زي موضوع العلف واسعارها، احنا ما بنطلعش انتاجنا للاعلاف من مصر، احنا بنجيب جزء كبير جدا منها من الخارج، وده كلامنا اللي احنا بنقوله مع للدوله ومع نفسنا ان احنا يبقى لازم اكبر حجم من الاراضي يتم استصلاحه عشان يخلي في سيطره على تكلفه الانتاج. وبقول تاني لما اتكلمنا من 3 سنين مش 3 سنين في موضوع البتلو وقلنا لا نزود، احنا ما كناش شايفين ان اللي هيحصل ده هيحصل، لكن كنا شايفين ان احنا طالما ان عندنا فرصة ان احنا نزود نمونا في الانتاج اي انتاج بقى بصراحة يعني مش هتكلم على دواجن ولا لحوم، اي فرصة ان احنا نزود بيها سواء لتحقيق الاكتفاء الذاتي او حتى لصالح ان احنا يبقى في فرصة ان احنا يعني نصدر حاجة لا بأس. بس انا عايز اقول لكم على حاجة، احنا دخلنا المسارات ديت او الصناعات ديت متاخرين شويه، يعني صناعه اللحوم دي صناعه مش يعني مش 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 تربيه يعني زي ما الناس متصور ان هو بياكل راس ماشيه وخلاص، لا دي صناعه يا جماعه، صناعه متكامله جدا جدا، وتكلفه اقامتها وتكلفه تاهيل الناس انها تشتغل فيها بتاخد وقت. احنا كنا بنتكلم في 1 مليون راس ومن في خلال 6-7 سنين اللي فاتوا كل اللي جه 71,000 راس، وحسبنا افرز رقم بسيط قوي ومتواضع، وانا بقوله للدوله وبقوله لنفسي لما تيجي ال 100,000 راس ثمنهم 5 مليار جنيه، انا بقول كلام مظبوط مش كده؟ طبعا. ايه 5 مليار جنيه دول؟ فاهم يا وليد؟ اتفضل.
ال 100,000 راس وزير الزراعه يقول لي ما هو السوق الاعلامي ما عندوش يلبي لك المطلب ده. ما احنا مش هناخده في سنه، ما احنا مش هناخده في ايه. انما طموحنا هنا مش الهدف منه يعني، هو الهدف منه الناس يعني. ولما اتكلمنا في موضوع ان احنا ندي فرصه، انت كلمتني في حوالي 3 مليون راس ماشيه غير الماعز وكده. يعني انا بقول تاني، اوعى تفتكروا الحلم ان انا يبقى عندي الكلام ده كله عباره عن كلها سلالات متقدمه سواء في انتاج اللحوم او في انتاج الالبان. حلم مش من حقنا ان احنا نحلمه، بس عمرنا ما نحلمه وننفذه. انت ممكن تقول لي هعمل لك برنامج في 10 سنين، مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا مش هينفع، مش كده، مش هينفع 10 سنين. طب ازاي؟ ما اعرفش. ما اعرفش. وانا لما قلت القطاع الخاص يبقى معانا قلت ليه كده؟ لان هو عنده اليات عمل واجراءات بكل صراحه يعني افضل مننا، ولا حد يزعل من كده؟ ها؟ لا بجد يعني مش هنزعل ان احنا نقول القطاع. وعشان كده دايما كلامنا، وانا باكده معاكم دلوقتي، النهارده اديكم انتوا شفتوا الحاجه اللي بتتعمل. لما اطلقنا المليون راس، عقبال ما وصلنا لان احنا نوصل لان احنا نفتتح المزارع ديت خدنا اجراءات كتير. بس الاجراءات الكتير دي الهدف منها ان احنا بنتكلم في صناعه. يعني ايه في صناعه؟ يعني لو النهارده الدوله المصريه جت عليها وقت وان شاء الله ده يحصل وحبت يبقى المنتج بتاعها طبقا لمعايير افضل معايير صناعه اللحوم في العالم، هيبقى متحقق هنا. هو المركز اللي انتم هتشوفوه النهارده بتاع الابحاث وكده، هو الهدف منه ايه؟ المركز ده مصنف رقم 3 مش كده؟ المستوى بتاعه 3 اهو. 3؟ ده من اعلى المستويات اللي موجوده في العالم، بس مش هو اعلى حاجه. اعلى حاجه هو المستوى الخامس. الرابع. الرابع ولا الخامس؟ الرابع بس. الرابع بس. ولا يا وليد؟ بس احنا يعني ده مستوى التالت، ده حاجه برضو يعني عظيمه يعني. يعني في دول تانية فيها الخامس. بس برضه هتناقشني تاني. لا برضه في خامس. لما انا قلت انا في خامس يبقى في خامس. بس مش هيدهولنا. مش ايه؟ مش هيدهولنا بقى، يجراش حاجه. ادينا خدنا التالت وربنا يسهل ونقدر نكمل كده. لكن اللي انا عايز اقول للمستوى ده بيخلينا نقدر يعني نعمل ابحاث ونعمل تطوير في هذا المجال ما كانش متاح لنا قبل كده. وعشان كده برضو المعامل ديت متاحه زي ما اتقال كده للتعليم العالي ولكل من يهمه هذا الامر، اهلا وسهلا. لان الكلام ده معمول عشانكم ومعمول عشان صناعه الصناعه دي في مصر. نرجع تاني للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. اولا شفت الصوره بتاعت السوقين اللي موجودين دول، وانا كلامي للمحافظين، انت مش بتاخد فلوس من الناس وهم داخلين السوق ده؟ حد يرد عليا مش كده يا دكتور مصطفى؟ انت سايب ايه ده يا سيدي يا عم؟ ما عندكمش لا طبعا ده يتنظم ويتنظف وكل مره يبقى في حاجه، واذا كان في تند او مظلات تتعمل من اللي بتاخدوه من الناس. حاضر. ما يبقاش المنظر ابدا كده. انتوا عايزين تطوروا الناس وتخلوا الناس عندها يعني دايما عينيهم متعوده على الحسن. طب ازاي انا اقول يلا خش خدت منه 3 جنيه ولا 5 جنيه ودخلته السوق وخلاص؟ وانا بصراحه يعني ما تعملوا مسابقات. ما تعملوا مسابقات احسن سوق في المحافظات وتعلنوها ونيجي في يوم زي كده نقول احسن سوق كان في محافظه المنوفيه، كان في محافظه البحيره، احسن سوق. وبالمناسبه ده شكل من اشكال ان احنا نفرز كمان قدراتنا. انا عايز اشوف الناس اللي هي بتقدر لما تخش في موضوع تقدر تعمله. طب بكده والناس تشوفنا معاهم، ويبقى احنا التنافس بتاعنا من اجل مصلحه الناس. نرجع تاني للتكلفه. انا عايز اقول لكم للمصريين يعني، ودي نقطه مهمه قوي، خلي بالكم المفروض ان الاسعار في مصر تبقى اكتر من كده بكتير. وانا والله مش بقول كده بجامل الحكومه يعني. وهديكم مثال. هو النهارده الدول الاوروبيه والغربيه، ودي كانت
لا ما كانتش، كان من ضمن معايير الاتحاد الاوروبي ان ابدا معدل التضخم لا يزيد عن 2%، مش كده؟ وده ودي ثوابت عندهم سنين طويله يقعدوا كده بال 10 وال 15 سنه بكل المتغيرات الدوليه. النهارده لما يبقى في حد بعض الدول 5 وفي بعض الدول 9 وبعض الدول 11، انا بتكلم على دول غنيه وعندها انظمه مستقره، انظمه يعني اداريه وسلاسل غذاء وتسعير وحوكمه، ده كل ده ومش كده وبس، وما عندهاش عامل مهم جدا جدا موجود عندنا هو عامل النمو السكاني. في دول بقى لها 40 سنه عدد سكانها ما زادش، وبالتالي ده عامل مهم نحطه في الاعتبار. لكن بالرغم من كده هم حصل عندهم نتيجه الحرب التضخم او زياده في الاسعار. طب احنا لو احنا عايز اقول لكم على حاجه، لو كان تكلفه الطاقه في مصر اتعاملنا بيه طبقا للاسعار العالميه دلوقتي، انا اتصور ان كانت حصل قفزه كبيره جدا في التكلفه. بمعنى ايه؟ انت النهارده اللي بينقل منتجاته من داخل يعني داخل مصر ما زال بيدفع تكلفه وقود 50%، مش كده؟ اقل من 50% دكتور مصطفى عشان ما يزعلش. يعني النهارده لتر بنزين ب 2 دولار 40 جنيه. لو انا عملت ده، وانا بقوله دقت للمصريين ليه؟ مش عشان يقدروه، ولكن عشان يعرفوا ان الواقع اللي موجود عندنا ده واقع، ده اقصى حاجه ممكن نعملها لضبط والسيطره على الاسعار. في حاجات تانية ممكن نعملها عشان يعني التجار يعني لا يستغلوا الفرصه وينتهزوها ويغلوا، ممكن ضبط الاسواق، ممكن زياده المطروح، ممكن. لكن انا عايز اقول طبقا للي حصل في العالم النهارده، احنا بنتكلم على طن برميل البترول 120 دولار. طب لو بقى 150، يعني انا بكلمكم كده عشان تبقوا عشان باقي لكم كل حاجه. لكن احنا حريصين على ان احنا نخلي اسعار الوقود واسعار الطاقه. انا هقول لكم على حاجه، يعني الكهرباء انتوا مش خدتوا قرار بان انتوا ما تزودوهاش، مش كده؟ يعني الدكتور مصطفى كنا بنتكلم في موضوع تسعير الكهرباء وقلنا ايه، تبقى دي ثالث مره، مش كده؟ ثالث مره ناجل البرنامج لظروف عشان ما يبقاش حمل على الناس. مع الوضع في الاعتبار انا بتكلم على 17 مليون مشترك، مش كده ولا 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقه بتدفع اقل من 50% من ثمن الطاقه. انا مش بقول كده ان الدوله يعني بتمن على شعبها، لكن بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلي فاتوره الاعباء على الناس ما امكن مناسبه. بقول تاني، لما كنا البرنامج بتاع الكهرباء لثالث مره ناجله، المره دي نتيجه الظروف اللي موجوده فيها دي، مع الوضع في الاعتبار ان تكلفه انتاج الطاقه بتاعت الكهرباء زادت نتيجه برضو ايه، ما هو النهارده الغاز اللي كان بيستخدم في الـ في الـ في انتاج الكهرباء ثمنه اربع مرات اكتر. الدكتور مصطفى بيقول لي يعني برضو الدكتور مصطفى عشان يدافع عن نفسه وانا معاه يعني انا بتكلم على ايه؟ النقاش ده الهدف منه انك انت تعرف يا مواطن ان كان قبل كده 3 دولار و4 دولار و5 دولار للوحده، مش كده؟ بتاعه الغاز، النهارده بنتكلم في 20 21 دولار. طب انت لو انت الكهرباء اللي كانت بتولد وكانت اقل من تكلفتها بتباع للناس في الوقت ده اللي هي اللي بتتكلف 4 دولار، طب لما بقت 21 تساوي كام؟ هنا اللي بسجله للدوله ان ده اقصى حاجه ممكن نعملها عشان الاسعار ما تقفزش وعشان نحافظ على ظروف الناس محدودي الدخل.
ظروف محدودة الدخل. فأنا بس برجع مرة تاني للنقطة ديت وأقول تصوروا إن إحنا كنا هم برا بيعملوا إيه بقى؟ الموضوع على طول يعني الطاقة زادت الحاجة تزيد، وبعدين دي تسمع بقى في كل يعني المنتجات ووسائل النقل، فتغلى الحاجة فالناس تحس إن في تضخم كبير. إحنا هنا ما عملناش ده، ولو ما كانش يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقنا خلال السنين اللي فاتت في إجراءات كتير عملناها، زي موضوع زي ما قلت كده العشرة مليار بتوع البتلو، صدقوني كان تمن المنتجات بقى أكتر من كده بكتير، صدقوني. طب ممكن نعمل أكتر من كده؟ أيوة، عشان بس إيه أكتر من كده بكتير؟ أيوة. وأقول تاني، المليون راس تمنهم 50 مليار جنيه. المليون راس تمنهم كم؟ أنا بتكلم كلام نظري، ممكن المعالي الوزير يقول لي ده كلام السوق العالمي مش موجود فيه، صحيح، بس أنت مش هتعمله في سنة ولا اتنين ولا تلاتة حتى. شوفوا في بلدنا توقفت، وأنا بقولش كده يعني قدح في أي حد، والله العظيم توقفت 50 سنة ما تفكرش ولا تكبر، والبلد كبرت قوي، ومصر كبرت قوي كحجم، لكن قدراتها ومواردها ما زادتش زيها. فأنت غصب عنك وغصب عننا مش هينفع معدلات العمل بتاعتنا تبقى متسارعة، لازم تبقى قافزة تجري وتنط تجري. هو كده، لأن طب هنمشي بالراحة مش هينفع، لأن احنا بالفعل متأخرين كتير. فارجع تاني للموضوع النهاردة، طبعا بوجه الشكر لكل اللي ساهم في هذه المشروعات وخاصة القطاع الخاص، وبقول له مرحب بيك دائما، وحقوقك محفوظة، وفكرك وإدارتك مقدرة، لأن احنا محتاجينها. وبقى هنا بالمناسبة للرسالة للقطاع الخاص، وحتى يعني الجمعيات والمجتمع المدني، في حد من المجتمع المدني موجود؟ مين؟ طب ادوا الميكروفون للي هو ممدوح. اتفضل. قول انا كلمتك في التليفون كم مرة عشان موضوع اللحوم، حضرتك كنت تفتكر ولا افكرك ولا؟ والله يعني ست كلمتني كتير جدا جدا في موضوع اللحوم، وبالذات في تربية الحيوانات، وبالذات في كيفية إضرار أكبر حاجة إنتاج حيواني وألبان حقيقي. ويمكن أنا قلت لحضرتك إن يمكن الأرمان إنها بتعمل هذا الموضوع لكن على الفلاح بس مش مزارع، يعني أنا بدي الرأس المشية للفلاح مجانا إنه ينتج منها ألبان وينتج منها لحوم. أنت كنت بتكلمني على الرؤوس العادية فنم؟ كنت بتكلمني على الرؤوس العادية العادية فنم. أيوة العادية. لغاية دلوقتي على وأنا قلت له إذا كنت عايزين تغنوا الناس أنت لازم تدي الرؤوس ديت اللي هي بتنتج إنتاجية عالية، سواء كانت في اللحوم أو في الألبان، صح كده؟ صح فنم. قلت لي سيادتك ممكن نغير الرأس المشية اللي بياخدها وندي له رأس مشية تنتج لحوم أو ألبان، مقابل ان احنا هنزود شوية التغذية بالنسبة له عشان يقدر وحيجيله ربح اخر السنة. فعلا احنا حسبناها تماما بدقة، ممكن يوصل في السنة الواحدة 500 الى 600 كيلو جرام. وسيادتك كلام ده جدا، انا كنت في البرازيل 3 سنين كنت هناك، فعلا بيصل اقل رأس هناك 600 الى 700 كيلو. طيب انا بس قصدت بالرومان وبقصد خير وبكل منظمات المجتمع المدني ان احنا مرحبين بكل جهد، ومش مرحبين، احنا محتاجين كل جهد لكل مصري يعني مخلص وشريف من اجل بلده. وبنقول للناس لما اتكلمنا في النقطه دي قلت له انتوا يعني انتوا بتدوا راس ماشيه بتطلع 7 من 10 كيلو، يعني 20 كيلو في الشهر بالظبط يا فندم كده، و7 ل8 كيلو لبن في اليوم. قلت له لو انت تخلي المزارع ده
يطلع 45 كيلو في الشهر في الراس في 6 شهور، يعني حوالي 300 كيلو تقريبا. ال 300 كيلو دول ده ضعف الكميه اللي كان بينتجها قبل كده. يبقى انت غنيت ولا ما غنيتوش؟ غنيته يا فندم حقيقه في اخر السنه، لانه بعد ما كان بيطلع 20 هينتج لا مؤاخذه 150 كيلو ولا 200 كيلو، حاجه غريبه. ممكن يقول لك الناس يا عم انت ايه اللي بتقوله دوت في التلفزيون، ممكن الناس تقول كده دلوقتي انت ايه اللي بتقوله. قال بقوله عشان بلدي، بحلم عايز اغير حياه الناس، واغير حياه الناس بفكره. بايه؟ بفكره. بفكره. طيب ما هو النهارده بقى معالي وزير الزراعه مع منظمات المجتمع المدني مع حياه كريمه مع ده مستعدين يا دكتور مصطفى نحط رقم ضخم لعمليه الاحلال اللي بتكلم عليها. وبالمناسبه انا ما بقولكمش ادوهم للناس ببلاش، لا ادوا للناس ورعوهم وخليهم يعرفوا يغذوا الحاجه بتاعتهم كويس والصحه وموضوع الصحه كويس، وبعد كده في الاخر ما انتوا بتاخدوا منهم المنتج مش كده يا ست لهم ده؟ لا احنا بالنسبه لينا ما بناخدش منه اي حاجه خالص. النبي يعني انا بديها يمكن ثلاث درجات، اللي هي الارمله اللي بتعول ايتام او ذوي الهمم اللي مش قادر لكن عنده حد ممكن يرعاه. لكن بتجربه سيادتك يمكن انا كنت بتكلم مع تحيا مصر فعلا وفي حياه كريمه، ان احنا ممكن هنديله راسين زي ما سيادتك بتقول بالظبط، هينتجوا بعد سنه حوالي من 400 ل 500 كيلو، هيبيع الراسين لو كان ذكور وهناخد منه جزء من الثمن، ثمن تغذيه حدها له لمده سنه. طيب انا بتكلم ده لان احنا عايزين في البرنامج ده مع وزاره الزراعه ومع المنظمات طب انا عايز جمعيه الاورمان وقاصد خير وكل اللي بيشتغل في الفكره ديت في المجال اللي هي الحيوان اللي انا بتكلم فيه، ان انا بقى عايز ادي عنده قدره على الحوكمه اكتر مني. توافقوني على كده؟ يعني ايه حوكمة اكتر مني؟ يعني هو قادر على ان هو لما يدي الكلام ده لعشر تلاف مربي عارف عنده اليات متابعة واشراف عليهم بشكل كويس، صح كده؟ بدقة يا فندم. ها؟ بدقة فندم. انا عندي متابعة شهرية في كارت شهري بحطه عند اللي بديله هذه الرأس، بيمضي عليها المتابع بتاعي ان بتشوفها في حالة جيدة، زائد فعلا يمكن الطب البيطري ودي شهادة لله والله عامل مجهود جامد جدا، في دكتور الطب البيطري بيعدي معايا على هذه الرأس ويتأكد انها سليمة ويتأكد انها بترعى 100%. انا قصدت بالكلمة بتاعت ان الجمعيات بتقدر بآليات العمل بتاعها الأهلية بتوصل. تقدر تعمل شغل اكتر كتير واكثر حوكمه من الدوله، وده مش عيب، وده هم قادرين على كده. ارجع بقى مره تانية اقول تاني، وانا مش عامله فقط عشان ان انا احسن حياه الناس، لا ده احنا هنعمل مجموعه اجراءات الهدف منها يعني حزمه كامله من النتائج تتحقق. انا عايز اقول لكم انت لو المليون راس اللي بتكلم عليهم دول ممكن حد زي ما بقول كده يقول ده رقم كبير قوي، يعني مليون راس في دولة زي مصر ما تحلمش اقل من كده وما تشتغلش اكتر من كده وتفضل تحشد في قدرتها وطاقتها مع بعضها كلنا نبقى الهدف ده. ليه بقى؟ لان انا عايز اقول لكم على حاجة، اذا كان معدل التحويل اللي بنتكلم عليه، انا بتكلم في التسمين، في الوضع الحالي يبقى 200 في المتوسط، 200 كيلو للراس في المتوسط. في اللي انا بتكلم فيه ده هيبقى من 400 ل 500 في المتوسط، صح كده؟ في 6 شهور. ست لهم ممدوح، مش في سنه، في 6 شهور. في 6 شهور يبقى انا ضعفت انتاجي من انتاج اللحوم بالفكر. صح. طب انت تقول لي ايه؟ طب انا هجيب بقى الفلوس منين وده بالدولار وكتير قوي وبتاع. انت هتفضل يعني تغلب نفسك وتغلبنا معاك، مش كده يا دكتور مصطفى؟ لغايه لما تعمل الحلم وانا معاكم. تاني بقول ده ايه؟ ده حلم من كام حلم بالمناسبه يا مصريين؟ من مليون حلم. صح. احنا بس كنا اتكلمنا دلوقتي في الافتتاح ده بنتكلم عليه، لكن النهارده انا بحول كل مربي، كل بيت ريفي صغير الى مشروع صغير وبغير له حياته، لان هو بعد ما كان عنده راسين بيزيدوا له بيجيبوا له 500 كيلو ل 400 كيلو في كل 6 شهور هيبقوا الضعف. ونفس الكلام، هو مش هياكلهم بنفس يعني مش بنفس التسعير ده، لا هيبقى اقل، في هامش
نفس الكلام لإنتاج اللبن. ف هفضل اتكلم في الموضوع ده لغايه لما تعملوه. احنا امبارح سيادتك عملنا بروتوكول مع احد برضه مستثمري القطاع الخاص، وفعلا بينفذ اللي هننفذ في البروتوكول ده التوجيهات اللي سيادتك بتقولها، ان احنا نربط المربي بسلسله، يعني المستثمر ده هياخد منه اللبن، وهو اللي هيدوله العلف، وهو اللي هيتابعه بيطريا، وهو اللي هيتحمل تكلفه التامين عليه. فاعتقد ان ده برضه توجه زي ما سيادتك يمكن. والله لو انتم عارفين طبعا يعني الغرفة بتاعت الانتاج يعني اللي شغالة في المجال ده، لو جابت النهاردة 70-80 من كبار المربين أو اللي بيعملوا في هذا المجال القطاع الخاص مع الجمعيات مع الحياة كريمة، ونعمل برنامج نطلقه ونتحرك بيه مع الناس. وأنا هنا الكلمة اللي كنت عايز أقولها يعني راحت مني، بقول لكم هنا ما بقاش الموضوع استثمار، هنا الموضوع اللي بتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومع الحكومة مش استثمار. ده بقى يا جماعة محافظة على حالة الاستقرار في البلد. هنا حالة ايه؟ استقرار. طبعا، لان المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟ فانت، وبرضو بقول ده للناس اللي بتسمعني، اوعوا كونوا فاكرين انا بقول كده استقرار عشاني. لا والله، انا بحارب بالله، ودي 10 أو 20 مرة اقولها. والله العظيم لما بتكلم على حالة رضا مجتمعي وحالة استقرار ما بستهدف منها حفظ نظام، حفظ الرئيس يعني. لا والله العظيم، والله العظيم انا ربنا المطلع بقى اذا كنت بتكلم من جوه ولا اي حاجة. لا، أنا بتكلم على حياة 100 مليون. لو حصل أمر والناس ما بقتش راضية، أنت بتتكلم في 100 مليون هنضيعهم. فهنا لا تناموش، ما تقال دكتور مصطفى ما تناموش، منظمات المجتمع المدني تنام، مش دوركم حماية الناس؟ لا، ده الموضوع أكبر من كده، لأن الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت واستمرارها اللي ما نعرفش هينتهي قد إيه إمتى، ما كانش نبقى احنا موجودين وحاسين بالناس ونخفف عنهم ما امكن، احنا هنبقى عملنا. لان الموضوع ضاغط، وانا بقولها لكل اللي بيسمعني من الناس، واحنا ما فيش عندنا نقص في حاجه. وقبل ما انسى عايز اشكر كل المزارعين اللي وردوا القمح حتى الان. شكرا. بشكرهم وارجو ان احنا يعني نحييهم كلنا. الدكتور مصطفى بيقول لي يعني ما تقلقش على القمح، فيه معانا 6 شهور. انا بشكر كده، لكن بشكر ايضا وبقول لا، لو في فرصه ان مزيد من التوزيع من التسليم للقمح بدل ما يبقوا 6 لغايه دلوقتي 6 يبقوا 9 يبقوا 10، خلونا ما نعرفش الدنيا يعني راح فين، والموضوع اللي احنا فيه ده هيستمر قد ايه. وخلي بالكم فضل كبير من ربنا، فضل كبير من ربنا ان احنا ازمتين كبار، سواء الكورونا او الازمه ديت، كان ليها تاثير كبير جدا جدا على العالم كله، واحنا جزء منه، واحنا لسه ما عظمنا ما نشفش. يعني ايه عظمنا ما نشفش؟ عظمنا ينشف لما تلاقوا داخلي تريليون دولار في السنه. لما تلاقوا داخلي تريليون دولار حاسبوني، غير كده لسه بدري. كلنا نحلم ونجري على حلمنا ده. كم؟ تريليون دولار. انا بنام واحلم بالايه؟ تريليون. امال ايه؟ وعشر تريليون، وليس ذلك ببعيد على الله سبحانه وتعالى، اللي في كل وقت وفي كل اون ربنا وحده اللي يعلم. بقول له يا رب يعني لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء العظيم ان في كل الظروف اللي احنا فيها دي والدنيا ماشيه والخير موجود واقدر اقول البركه موجوده، ما عندناش مشكله في حاجه، عشان بس الناس ما تفتكرش اني بتكلم على الازمه ان في حاجه، لا، احنا الحاجه موجوده وبزياده وهيبقى بزياده. طب ليه؟ عشان دي مصر، مش عشان احنا موجودين، لا لا لا،
عشان دي مصر وعشان هو ربنا، وهو بيعطف علينا وبيكرمنا وبيرضينا وحيرضينا، وهو قادر على ذلك. شكرا جزيلا. شكرا. نستأذن حضرتك يا فندم في بدء الجولة التفقدية. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية. الدولة من أجل الحاضر وأيضا بناء للمستقبل. هذه المشروعات القومية الكبرى خاصة في المجالات المختلفة التي تهدف خطة التنمية الخاصة بالدولة، والتي تسعى من خلالها إلى النهوض بالأمور الزراعية إضافة إلى الإنتاج الحيواني، الأمور بشكل متكامل هي ضمن أولوية الدولة واستراتيجيتها في التنمية الشاملة والمتكاملة، والتي تسعى إليها بشكل واضح ووثيق من خلال هذه المشروعات.
وهذا المشروع الذي نحن بصدده الآن، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل وللألبان أيضا بمدينة السادات. من لم يملك قوت يومه لا يملك قراره، هذه المقولة المشهودة التي نتابعها دائما وتسير عليها الدولة المصرية بخطى ثابتة في تحقيق الحلم. نعم، هو الحلم الجديد ومشروع قومي جديد يدشن من افتتاح هذا المجمع للإنتاج الحيواني وتجميع الألبان. من الأمس القريب كنا نتابع أيضا مشروعات خاصة بحصاد القمح ونتحدث عن مشروعات للاستزراع السمكي. إذن الفجوة الغذائية، سوق الاستهلاك المحلي وكيفية سد احتياجاته، تقليل الاستيراد من الخارج وتوفير الأمن الغذائي المصري على رأس أولويات الدولة المصرية وعلى رأس القيادة السياسية في قراراتها في هذا الصدد. ويتحدث دائما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال التصريحات المختلفة التي تتحدث عن تنمية الوعي للمواطن المصري وكيفية استثمار ثرواته الطبيعية بالشكل الأمثل، بل وزيادة هذه الاستثمارات والمراكز المختلفة التي تخدم الشعب المصري وتجعله مشاركا بشكل مباشر في عمليات التنمية. جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعد أيضا دعامة رئيسية في الاقتصاد المصري والمشاركة في عمليات التنمية من خلال مشروعاته المختلفة وتوفير السلع الرئيسية والأساسية في سلاسل الإمداد بأسعار مناسبة في متناول المواطن المصري. كلها خطوات محمد ربما نتحدث من خلال أزمة أو تحدي كبير بيواجهه العالم في أعقاب أزمة روسية أوكرانية ما زالت مستمرة منذ فبراير الماضي، وأيضا في أعقاب أزمة كورونا وهذا التحدي الصحي الذي فرض على العالم. إذن هي إجراءات استباقية اتخذتها الدولة المصرية وتسير فيها بالخطى الثابتة، وأيضا فيها دعم للمزارعين والمربين والقيمة المضافة لهذا المنتج الذي نحن نتحدث به. إذن هبة، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مثلما بشركات المتعددة هو أحد أذرع القوات المسلحة المصرية وشريك أيضا في التنمية في مصر في مختلف المجالات. يسعى هذا الجهاز من خلال التنسيق بينه وبين الوزارات المختلفة من أجل المشاركة في التنمية المستدامة في مصر من خلال الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة ووضعتها وزارة الزراعة والرؤى المختلفة في هذا الإطار، إضافة إلى مجابهة أي تحديات قد تطرأ في أي مجال من المجالات، لا سيما مجال الأمن الغذائي والذي تحرص الدولة على الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالغذاء مع التحديات التي تواجه العالم في هذه المرحلة، ربما أيضا توفير فرص عمل، الاعتماد بشكل كبير وأساسي على الأيادي العاملة المصرية إضافة إلى الخبرات الأجنبية في هذا المجال، الاعتماد على أن يكون هناك اتصال فيما بين الزراعة وأيضا فيما بين الإنتاج الحيواني كما تابعنا في افتتاح المشروعات السابقة مثلما ذكرت هبة موسم حصاد القمح في توشكا، إضافة إلى مشروع مستقبل مصر في الأمس القريب بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا، والذي وجه خلاله عدة رسائل مهمة تستحق فعلا أن نقف عندها تتعلق بالاهتمام بمجال الأمن الغذائي، وأيضا أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع الدولي مؤسسات المجتمع المدني أن يكون لها دور في هذا المجال، أيضا المؤسسات الدولية بالفعل أيضا لها دور من خلال يعني متابعة هذه الأمور، إضافة إلى بعض القروض أو المنح التي يتم الحصول عليها ربما كان لها دور مهم مثل المشروع الذي يتعرف بمصرف بحر البقر، كان هناك دور مهم للمؤسسات المختلفة الدولية وكان هناك تقييم من الموسوعات العالمية لهذا المشروع الكبير والعملاق الذي يوفر من المياه، إضافة أيضا هبة إلى مشروع الصوب الزراعية الذي يوفر أيضا في الهادر من زيادة المياه والمشروعات القومية في حياة كريمة وأفقية. نعم،
عندما نتحدث عن المشروعات القومية نتحدث أيضا عن فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. هذا المشروع الذي نفتتحه الآن، هذا المشروع القومي الكبير لمركز تجميع الثروة الحيوانية والألبان، يتحدث عن فرص مباشرة تقدر ب 2664 فرصة عمل مباشرة و 50,000 فرصة عمل غير مباشرة. منافذ البيع لهذه المنتجات، نتحدث عن القاهرة الجديدة في التجمع الأول حي الأسمرات، أيضا منفذ للبيع في محافظة الفيوم بمركز يوسف الصديق، ومنفذ بيع آخر يتحدث عن كافة المحافظات التي القاهرة أيضا، ونتحدث عن الجهاز المركزي للمحاسبات كنقطة أيضا لهذه المنافذ التي تصرف أو تبيع هذا المنتج وهذه المخرجات لهذه المجمعات للثروة الحيوانية وتسمين الأبقار والسلالات العالية الإنتاجية. إذن هبة تنمية الثروة الحيوانية هي هدف من الأهداف التي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي، والاكتفاء الذاتي أيضا من اللحوم والبروتين والألبان. هذه الأمور كنا نتحدث منذ قليل على عن الزراعة وعن الاهتمام الدولة ليس فقط يعني الحفاظ على كل نقطة مياه، إضافة إلى إنشاء محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر التي كنا نتحدث عنها، ربما هي لها دور مهم وكبير جدا هذه المحطة في خدمة سيناء والنهوض بالزراعة في هذا الإطار، وأيضا مجمعات الإنتاج الحيواني المتكامل هناك أيضا. إذن هو سعي من الدولة حثيث من أجل إحداث تنمية وربط هذا الأمر بالتنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية. نعم، مرة ثانية نحييكم من مدينة السادات ومن محافظة المنوفية، وهذه العملية الشاملة للتنمية المتكاملة بين جنبات الوطن المصري.
الرئيسي المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب بمدينة سادات. تم إنشاء هذا المركز أفندم على مسطح 4000 متر مربع، ويشتمل على 29 معمل متخصص، بالإضافة إلى غرف جراحة وأشعة وتشريح للحيوان، قاعات دراسية، مكاتب إدارية، قاعة مؤتمرات رئاسية سعة 320 فرد. المركز مزود أفندم بمنظومة تعقيم مركزية. المركز أفندم ملحق به مزرعة بحثية على مسطح 4 فدان. تم إنشاء المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة سادات على مسطح 1000 فدان، ويشتمل على 5 مزرعة حلاب تقي كل منها 1000 راس حلاب، وتشتمل كل منها على حظائر للأبقار الحلاب، حظائر للنتاج، مستشفى بيطري، مستشفى للولادة، محلب تقي 48 نقطة حلب، مباني إدارية، محطة معالجة ثلاثية للصرف الصناعي طاقة 100 متر مكعب على اليوم، مزرعة تسمين طاقة 3000 راس تسمين، وتشتمل على حظائر للأبقار، مستشفى بيطري، مباني إدارية. تم استغلال أفندم المساحات البينية للمزارع لزراعة 350 فدان، 150 فدان زراعات مثمرة، بالإضافة إلى 200 فدان زراعات علفية للحيوان. تم إنشاء للمجمع منطقة إدارية رئيسية لتأمين المجمع أفندم الأعلاف. تم إنشاء عدد 2 مصنع إنتاج أعلاف تقي كل منها 10 طن على الساعة بساحة تخزينية 500 طن. لتأمين المجمع بالكهرباء تم إنشاء موزع قدرة 11 ميجا وات، بالإضافة إلى 8 مولد احتياطي كهرباء قدرات مختلفة. لتأمين المجمع أفندم بالمياه تم إنشاء خزانات مياه طاقة 16000 متر مكعب، ودي تكفي يا فندم لتأمين المجمع بالمياه لمدة 6 يوم، بالإضافة إلى إنشاء 2 محطة معالجة ثلاثية لصرف أدمي طاقة كل منها 100 متر مكعب على اليوم. تم تنفيذ للمجمع يا فندم منظومة التأمين الإطفائي بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء سور بطول 8 كيلو متر، كما تم تنفيذ منظومة المراقبة بالكاميرات بإجمالي 128 كاميرا. تم تنفيذ هذا المجمع أفندم بإمكانات 20 شركة وطنية بحجب إعمال يومي 1000 عامل وفني ومهندس. أي أمر يا فندم؟ مدير المركز العلمي للتدريب والأبحاث. تم التخطيط يا فندم لإنشاء هذا المركز لعدة أهداف ومحاور. المحور الأول المساهمة في تنمية الثروة الحيوانية عن طريق الخلط الممنهج والمدروس بين السلالات المحلية والسلالات الأجنبية بهدف زيادة إنتاجها واستمرار تحملها للبيئة المصرية. المحور الثاني المساهمة في حماية الثروة الحيوانية عن طريق التقصي الوبائي للأمراض المعدية في حيوانات المزرعة وعند صغار المربين. المحور الثالث بيان مدى مطابقة الأدوية البيطرية والأعلاف والأغذية والمياه للمواصفات القياسية المصرية وكذلك الدولية. المحور الرابع مهمة تدريبية بغرض تدريب الكوادر الفنية وطلبة الجامعات المصرية. كل ده يا فندم بيتم عن طريق 29 معمل بحثي متخصص موزعين على عدد 4 أجنحة، 3 أجنحة في الدور الأرضي اللي سيادتك مشرفنا فيه، والجناح الرابع بالدور العلوي، وهم على التوالي: جناح البيولوجيا الجزيئية والتحسين الوراثي، جناح حيوانات التجارب والجراحة، جناح الميكروبات المصنفة، جناح البحوث الكيميائية والدوائية. تم تزويد المركز الأرضي أيضا يا فندم تماشيا مع متطلبات المواصفات الدولية والاعتماد بمنظومة لتعقيم الهواء ومنظومة لتعقيم الصرف. الحقيقة يا فندم برضو الجناح الإداري تم تزويده بوسائل تدريبية لتدريب الطلاب: قاعة رئيسية 320 متدرب، قاعات دراسية 3 قاعات دراسية، مكتبة علمية مزودة بالإنترنت تتيح للباحثين. تم يا فندم الانتهاء من تجارب التشغيل التجريبي، وسيتم التشغيل الفعلي بعد الانتهاء من إجراءات التعقيم. نستأذن سيادتك في تفقد أحد الأجنحة، تفضل يا فندم.
على الفيلم دون سيادتك واضح اجراءات تسليم العينه اللي بتتم في المنطقه غير العقيمه اللي خلف الابواب ده سيادتك. فده الفيلم ده بيوضح طرق تسليم العينه، بيبتدي التعامل مع استقبال العينات هنا يا فندم في المعمل ده، وتبتدي توزع بقيه العينات. بعد كده يا فندم الجناح ده جناح التحسين الوراثي الخاص بتحسين السلالات، اهم ما عاملين فيه استخلاص الحامض النووي والبيولوجيا الجزيئيه والجينوم. نستاذن سيادتك في تفقد مختبر استخلاص الحامض النووي. اتفضل يا فندم. تمام يا فندم. دكتوره خلود غنيم المسؤوله عن معمل استخلاص الحمض النووي. احنا هنا في المعمل يا فندم بنستقبل العينه سواء كانت نسيجيه او ميكروبيه بحيث يتم استخلاص الحمض النووي من العينه عن طريق احد تقنيات تصفيه المواد سواء كانت فيزيائيه او انزيميه او كيميائيه. بعد ذلك يا فندم بتتم عمليه تنقيه الحمض النووي من البروتينات والحطام الخلوي الناتج عن عمليه الفصل. واخيرا يا فندم بنقوم بعمليه تحديد درجه نقاء وتركيز الحمض النووي اللي حصلنا عليه عن طريق استخدام جهاز يا فندم قياس تركيز الحمض النووي، بحيث يتم ارسال العينه اللي حصلنا عليها للمعمل المختص اللي موجود في المرجز لاجراء الابحاث العلميه المطلوبه عليه سواء كانت تحسين وراثي او تشخيصي. طبعا يا فندم العمليه دي بتتم عن طريق احدث الاجهزه علاوه على الاجهزه المعاونه اهم جهاز وهو جهاز استخلاص الحامض النووي الاوتوماتيكي. الجهاز ده يا فندم بيقدر يستوعب 96 عينه في نفس الوقت، فنقدر نوفر وقت وجهد اكتر. اي امر يا فندم. ربنا يخليك. تمام يا فندم. دكتورة تهاني شوقي مسؤولة معمل البيولوجيا الجزيئية والجينوم. الهدف من المعمل يا فندم انه بيمكننا من التتبع الوبائي الجزيئي للمسببات المرضية. بنقدر نحدد أصالة السلالات الحيوانية ونحدد وجود جينات مهمة لصفات معينة زي إنتاج اللبن وإنتاج اللحم ومقاومة الأمراض. كمان يا فندم بنقدر نعمل نسخ لعدد كبير من الجينات الخاصة بالعملية الإنتاجية والخصوبة. لذلك يا فندم تم تصميم المعمل وتجهيزه بأحدث أجهزة الكشف والتقصي الكمي عن الحمض النووي بنوعيه وأجهزة تحليل التتابع الجيني لمعرفة الطفرات. ده بيتم من خلال احدث الاجهزه زي جهاز المايكرو اري سكانر. من خلال المايكرو اري يا فندم بنقدر نعمل كشف عن الالاف من الجينات في نفس الوقت، فبالتالي بحصل على معلومات وفيره جدا من خلال تجربه واحده. كمان بنقدر نفحص الطفرات ونفحص البروتينات. قبل كده يا فندم كنا بنضطر نرسل معظم العينات خارج مصر للفحص، وده طبعا كان بيكلف تكلفه عاليه جدا. دلوقتي احنا بقى عندنا نفس التقنيه فنقدر نقوم بالفحص بنفس الكفاءه والجوده بالاضافه لباقي الاجهزه المساعده في المعمل. اي اوامر يا فندم. شكرا. السادات واستشاري الشركه المقدمه، سيادتك مشرفنا في جناح الجراحه. الجناح يا فندم بيتكون من ثلاث قاعات رئيسيه، الغرفه الاول اللي احنا موجودين فيها مع سيادتك غرفه العمليات ومجهزه باحدث الاجهزه من ترابيزه عمليات للحيوانات الكبيره، ترابيزه عمليات للحيوانات الصغيره، جهاز تخدير وجهاز مناظير، بالاضافه لعدد من الاجهزه الاخرى التي تستخدم في الجراحه. بيخدم الغرفه دي يا فندم عشان تقوم بوظيفتها عدد من الغرف الملحقه زي غرفه وحده تغيير الملابس وغرفه التعقيم وغرفه تحضير وتجهيز الادوات الجراحيه. الغرفه الثانيه يا فندم اللي موجوده في الجناح هي غرفه الاشعه، وحده الاشعه التشخيصيه، وهي مجهزه باحدث اجهزه الاشعه التشخيصيه من اجهزه اشعه سينيه ثابته ومتحركه واجهزه سونار. الغرفة الثالثة يا فندم اللي في الجناح هي وحدة التشريح التشخيصي، وبيتم فيها إجراء الصفة التشريحية للحيوانات النافقة لتحديد سبب الوفاة. والجناح يا فندم بكامل خدمات بكامل تجهيزاته مستعد لتقديم كل الخدمات للمجتمع المدني. طبعا في اهداف يا فندم للوحده، الوحده دي ليها هدف اساسي بحثي واجراء البحوث التجريبيه على الحيوانات التجارب، هدف ثاني علاجي وهو علاج الحيوانات اللي تحتاج لتدخل جراحي، الهدف الثالث هدف تدريبي حيث يتم تدريب الاطباء البيطريين والطلاب الجامعات المصريه على اجراء العمليات الجراحيه من خلال بروتوكولات التعاون الموقعه
بين الشركة الوطنية والجامعات المصرية، وهدف تشخيصي بتقوم به وحدة التشخيص التشريحي ووحدة الأشعة. وزي ما قلت سيادتك كل الوحدة مستعدة لتقديم خدماتها للمجتمع المدني. وأي أوامر يا فندم؟ غرفة عمليات واحدة. العفو فندم، شرفت. وحسب كل
عن 4 أفدنة مقسمة إلى جزئين، جزء مكشوف عبارة عن 10 أحواض للزراعة، وجزء مقطع عبارة عن 4 صوب للدراسة. طبعا الهدف منها ان احنا بنعمل بعض التحسين الوراثي لاصناف من العلف اللي هي بنشوف فيها ان هي اسعارها اقل واقتصادياتها اقل في التكلفة، وفي نفس الوقت بتدينا عائد كبير جدا في القيمة الغذائية، لان طبعا التغذية يا فندم بتمثل حوالي 65-70% من تكلفة الحليب او اي انتاج حيواني، وطبعا بتعتبر العائد الاقتصادي المؤثر في الانتاج طول السنة وخاصة في فصل الصيف. عشان كده يا فندم جبنا اصناف من العلف لها مواصفات انها بتتحمل الظروف القاسية زي ملوحة التربة، ملوحة المية، الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والجفاف. ايضا بتبقى تكلفه زراعتها بسيطه، علاوه على انها استهلاكها من الميه قليل ومقاومه للامراض والافات من ضمن، وطبعا لا تنافس الانسان في التغذيه. من ضمن الاعلاف دي يا فندم مجموعه الاكاسيا والكلندرا واليوسينا واللاريدو. المجموعه دي يا فندم بتتميز بان هي نسبه البروتين فيها بتوصل ل 15-16%، فدي قيمتها الغذائيه عاليه، وعمل عليها تجارب لقينا ان بيزيد كميه اللبن من 14-17%. في علف يا فندم بيسموه علف المستقبل للمناطق الجافه، وده بينافس البرسيم، علف البلو بانك. العلف ده يا فندم اميز من البرسيم في ان هو ارتفاعه بيوصل ل 2.5 متر، ايضا بيدينا من 10-12 حشه طول العام، علاوه على ان هو نسبه البروتين وقيمته الغذائيه عاليه بتوصل ل 18%، لا يسبب اي اضطرابات هضميه للحيوان. اللي اشد يا فندم والاحسن ان هو كميه الميه اللي بيستهلكها اثناء الزراعه بتوازي 50% من كميه الميه المستهلكه من أول علف بتاع البلوبانك وعلف البني كام، الاثنين بيبقوا نفس المواصفات. فلو احنا حاولنا ان احنا دايما نغذي على البلوبانك والبني كام، هنوفر الارض الزراعيه اللي هي بتتزرع للبرسيم يا فندم، ونبتدي نشتغل عليها على القمح ونص الميه، يعني ترشيد ان شاء الله طول العام والتكلفه اقل. ايضا عندنا درجه الملوحه، حضرتك بتتقسم النباتات لملحيه بالنسبه ياخد لحد 6000 بي بي ام. معليك في الاتريبليكس، ده العلف المرشح للمناطق الجافة والصحراوية، اتريبليكس، وده يا فندم بيسموه المصطلح بتاعه اللي هو علف المستقبل لسنوات الجفاف، يعني نرجع لسيدنا يوسف علف السنوات العجاف، بس احنا ان شاء الله نزرع وما يبقاش عندنا اي مشاكل باذن الله ان شاء الله. طبعا في الصوب حضرتك للتحسين الوراثي بيتم بعض اجراء المعاملات علشان نزود عدد الكروموسومات بحيث ان احنا نوصل لاعلى قيمه انتاجيه وباقل تكلفه. اتفضل يا فندم. دكتوره منى سؤال، احنا وصلنا يعني استنتاجات ثانيه ان احنا ممكن اي من اللي حضرتك ذكرتيهم الاثنين دول ان هم يتزرعوا مفيش مشكله خلاص، يعني الثلاثه اللي انت اتكلمت فيهم البروبانك والبني كام. ايوه يا فندم. هل احنا مستعدين دلوقتي للزراعه الكميه منهم؟ هو حضرتك احنا زارعينه هنا بالفعل ومستعدين يا فندم. انا قلت لك الارض هوفر 1000 فدان 2000 فدان 10000 فدان لزراعه دول. هل النهارده عندنا موجوده يا فندم؟ موجوده في مركز يعني؟ في مركز البحوث الزراعيه يا فندم. عندنا في مركز بخصوص الصحراء يمكن الكميات دي فعلا، والبنوكام بالذات كمان ده يعني منتج معمر، يعني بيقعد بحوالي 7 سنين، وزي ما قالت الدكتوره كده المنتجات دي فعلا بتتحمل الملوحه بتصل الى 6-8000 جزء في المليون، ودي من الميزه بتاعتها ان في انواع كتيره منها بتتحش مره واثنين وثلاثه، فهي بديل للبرسيم اللي هو بيجي في الشتاء. كثير من المحاصيل دي والانواع دي بتيجي في الصيف، وبالتالي بقى أصبح عندنا دورة متكاملة للأعلاف. وإحنا في مركز بحوث الصحراء يمكن زرعنا مساحات برضو 90 فدان في عندنا أماكن كتير في طور سيناء. لكن بقول أنا النهاردة عايزين تاخدوا قرار إن أنت تزرعوا 10000 فدان 20000 فدان 50000 فدان من اللي هو من الأنواع بالذات، مثلا اللي هو جفاف وبعدين ملوحة وبعدين إنتاج كبير عالي ومفيد، وبرضو البلو بانك اللي بتقول عليه أقدر أقول لي هتقول لي هقول له ازرع 100000 فدان. هننسق معاهم ومع مركز بحوث الصحراء، واحنا احنا عندنا نقدر باذن الله نقدر، بس نقدر هي المشكله في البذور يا فندم،
البذور بس احنا زرعنا 150 فدان. تقدروا البذور؟ هنقدر ان شاء الله. ان شاء الله ولا نقدر؟ لا نقدر ان شاء الله. نقدر ان شاء الله يا دكتور. نقدر لو خدنا القرار دلوقتي مش كامله البذور يعني في خلال قد ايه نقدر نقفل على وصول سنه واتنين بالكتير. نجهز البذور في بذور جايبينها لاكثر من 10000. يعني احنا ان شاء الله في خلال سنه او اتنين نقدر فعلا نعمل مساحه كبيره يعني. شكرا. شكرا يا فندم.
مصر جاية، مصر جاية مش ضعيفة لا. دكتور السيد فهمي هدبي مدير المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسداد، تم تصميم وإنشاء المجمع طبقا لأعلى المعايير العالمية، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات في مجال الإنتاج الحيواني. المجمع يا فندم يضم 5 مزارع حلاب، بطاقة استيعابية 5000 بقرة، وبطاقة إنتاجية 150 طيلة باليوم. ده بالإضافة إلى مزرعة تربية وتسمين تستوعب 3000 راس. سيادة يا فندم شرفنا دلوقتي في مزرعة رقم 2 حلاب، ده نموذج معمم على كل مزارع حلابة. طاقتها الاستيعابية 1000 بقرة حلاب بالإضافة للتوابع، وطاقتها الإنتاجية 30 طيلة باليوم. تم تجهيز المزرعة بالأنظمة الآلية في مجال الحلب والتغذية والتهوية والترطيب والتنظيف والمراقبة عن بعد. المزرعة فهمت بتكون من مبنى أمان حيوي وعشر حظائر حلاب وعشر حظائر إنتاج ومستشفى بيطري ومستشفى ولادة ومنطقة تجهيز علي بالإضافة إلى مبنى المحلب الآلي والإدارة الفنية. أساسا هذا كان في تفاقد المحلب. شكرا. مصر جاية، مصر جاية مش حزينة لا هانية، حلم قد الدنيا دي. يا فندم الحمد لله صح، يوصل يا فندم يوصل الحمد لله يا فندم الحمد لله. سيادتك محمد شافعي المدير التنفيذي لشركه مالتي ليج، سيادتك مشرفنا في مبنى المحلب الالي والاداره الفنيه واللي يعتبر اهم منطقه عندنا في المزرعه، لانه خط الانتاج الحقيقي والمكان اللي بيمر فيه البار 3 مرات يوميا للحل. سيادتك المحلب بتاعنا بينقسم الى 3 اجزاء، اول جزء منطقه الحل، ثاني جزء منطقه المبردات والخزانات، وثالث جزء منطقه الاداره الفنيه اللي سيادتك مشرفنا فيها. تبدا معنا منطقه الحلب ومنطقه الغسيل اللي هي في اخر النقطه الملونه باللون الازرق، بيتم فيها غسيل الابقار بميه بارده لتخفيف الاجهاد من عليهم. بعد كده بتيجي منطقه التجفيف اللي بيتم بواسطه 4 مراوح على جنبين المحلب. بعد كده سيادتك بيتم دفع الابقار بواسطه بوابه الكترونيه الى منطقه حلب الابقار. المحلب بتاعنا يا فندم يعتبر من احدث المحالب الموجوده على مستوى مزارع الالبان، هو بنظام الخروج السريع او الرابيد اكزيت، ده بيقلل زمن دخول وخروج البقره وبيخلينا نحلب 250 بقره تقريبا في الساعه. المحلب مكون من 48 نقطه حليب، 48 شاشه ذكيه بنقدر نعرف من عليها بيانات كتير عن البقره، زي رقم البقره، رقم الحظيره اللي جايه منها، متوسط انتاجها من اللبن ومتوسط انتاجها من الحلبات السابقه. المحلب كله مغطى بالمطاط المضاد للانزلاق، ده عشان يساعد البقره انه يبقى واقف باريحيه، ومزود ايضا عند بوابات خروج المحلب بوابتين عزل الكتروني. دول يا فندم بيتم فيهم عزل الابقار اوتوماتيكيا بناء على طلب الطبيب المسؤول للكشف عليهم. وعشان مزرعتنا يا فندم تعتبر من المزارع الكبيره او القطاعات كثيفه العدد الميجا فارمز زي ما بيقولوا، فكان لابد ان احنا طبعا نستعين بالتكنولوجيا للسيطره على القطيع واداره المزرعه. عشان كده سيادتك احنا بنستخدم برنامج من احدث البرامج الموجوده لاداره القطعان، المتوصل بجميع اقسام المزرعه، متوصل بالمحلب عن طريق كابلات، متوصل بالحظائر عن طريق هوائي او انتنة، ومتوصل ايضا بقسم التغذيه وبقسم البيطري. وايضا موصل بالمزرعه يا فندم عدد من كاميرات المراقبه اللي بتساعدنا ان احنا نحكم السيطره اكتر على المزرعه، وبنقدر نطلع من برنامج اداره القطريه ده تقارير يوميه زي عن الحاله الانتاجيه والحاله الصحيه والحاله التناسليه للقطيع. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. ان شاء الله دي حقيقه. او حاجه بتحاول تريح دايما البقره نفسيا قبل ما تخش للحليب، يعني عشان كده دايما المحلب ده بيبقى اكتر مكان بتحب ان هي تيجي تقف فيه، يبقى الارض بتاعته مريحه، الجو فيه مريح، الطراوه كده يعني. فاهم كل ما طبعا 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 كان موقف طبعا صعب، بس الحقيقه المزرعه مزوده بحوالي 128 مروحه هنا مزوده بغزاز بيطلع ميه، ده بيخفف الاجهاد الحراري شويه طبعا.
مش بنسبة 100% بس ممكن نقول على الأقل 70% 80% ربنا يخليك يا فندم، نورتنا يا فندم، اتفضل يا فندم اتفضل. دلوقتي يا فندم في الجزء الثاني من المحلب الآلي.
بحضرتك بيتم مرور اللبن آليا دون تدخل أي أيدي بشرية من صالة الحل إلى وحدة التبريد المفاجئ، وفيها يا فندم بيتم خفض درجة حرارة اللبن من 37 درجة مئوي إلى 4 درجة مئوي. بعد ذلك يا فندم بيتم حفظ اللبن في 5 مبردات، سعة كل مبرد 10,000 لتر بإجمالي 50,000 لتر، وذلك لحين نقله إلى شركات تصنيع الألبان بواسطة سيارات نقل مبردة مخصصة لذلك. وفي النهاية يا فندم بيتم عمل دورات غسيل أوتوماتيكية للمحلب بالكامل بعد كل حلبة، وكذلك مبردات الألبان وخطوط تحميل اللبن بالمياه الساخنة والمعقمات والمطهرات. أي أوامر يا فندم؟ الإنتاجية والجودة كما وكيفا من خلال معامل متخصصة ومراكز للطب البيطري، وأيضا مزارع للتسمين والإنتاجية العالية عن طريق التهجين مع السلالات الأجنبية. إذن معنا لقاء مع وزارة الزراعة، هذا الجندي الذي يبذل الجهود الكثيرة في توفير الأمن الغذائي المصري. معالي الوزير السيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برحب بحضرتك. أهلا سيد، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، وألف مبروك على هذه الخطوة الجديدة وتحقيق حلم جديد في مشروع قومي مصر. ربنا يكرمك، مبروك لمصر يعني. معالي الوزير، عايزين نكلم حضرتك عن استراتيجية هذا المشروع واستراتيجية وزارة الزراعة تحديدا في تنمية اقتصادية وأيضا توفير أمن غذائي للمواطن المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نتكلم الأول أن يمكن قطاع الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية يمكن شاهد خلال برضو الثمان سنين اللي فاتت نهضة ودعم غير مسبوق من فخامة السيد الرئيس والقيادة السياسية والحكومة، لأن يمكن حضراتكم عارفين قطاع الثروة الحيوانية بيمثل نسبة مؤثرة في اقتصاديات الإنتاج الزراعي في العالم، يعني نسبته في الإنتاج الزراعي في العالم بيتراوح ما بين 20 إلى 40%. هذا القطاع هو المسؤول عن توفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين، أيضا بيساهم في تغذية الإنسان، أيضا بيساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. هذا القطاع المهم، وفي ظل تنامي احتياجات الإنسان والضغط زيادة الطلب على المنتجات الحيوانية واحتياجات الغذاء من هذا البروتين، كان لابد أن توجيهات فخامة السيد الرئيس أن احنا يعني نتبنى استراتيجية واضحة ومحددة المعالم للثروة الحيوانية. تمثلت أهم محاور التنمية استراتيجية الثروة الحيوانية تتمثل في أولا تحسين السلالات المصرية، كان بيسبق هذا الأمر هو حصر أعداد الثروة الحيوانية عشان نقدر نحدد أماكن التركزات ونحدد الاحتياجات ونحدد الرعاية البيطرية ونحدد التدريب لزملائنا ونحدد الاحتياجات من السلالات.
الحاجة التانية المحور التاني وهو محور تحسين السلالات، ويمكن اللي احنا بصدد هذا المشروع المشروع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان. أيضا كان المحور الثالث وهو توفير برضو الاهتمام بالرعاية الصحية ودعم صحة الحيوان، لأن الحفاظ على ثروة المربي الصغير ده أمر مهم بالنسبة لنا. المحور الرابع هو محور المشروع القومي البتيلو، وهو توفير اللحوم الحمراء وتقليل فجوة الاستيراد. المحور الرابع أو كده مسألة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان وتطوير مراكز تجميع الألبان. أيضا هناك مجموعة من الإجراءات الداعمة اللي بتقوم بها وزارة الزراعة في سبيل دعم وتنمية الثروة الحيوانية. دعينا نتحدث عن هذا المشروع اللي احنا فيه والمحور الخاص بتحسين السلالات. هذا المشروع العظيم اللي تحت رعاية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اللي بنوجه الشكر للقوات المسلحة اللي بجانب دورها الرئيسي في حماية البلاد والدفاع عن الوطن وتوفير الاستقرار والأمن، أيضا بتساهم بدرجة كبيرة في النهضة الزراعية والنهضة الاقتصادية. ويمكن حضراتكم قريبا حضرتوا معنا افتتاح مشروع مستقبل مصر، المشروع العملاق في الدلتا الجديدة. هذا المشروع أيضا بيستهدف تحسين السلالات وفقا لمبادرة فخامة السيد الرئيس، أن احنا لابد أن احنا ندعم تحسين السلالات ونرفع من مستوى إنتاجية الثروة الحيوانية عند صغار المربين والمزارعين. بنبدأ نستخدم محورين. المحور الأولاني أن احنا بنحسن السلالات اللي موجودة عند صغار المربين والمزارعين من خلال استيراد سلالات عالية الإنتاجية ثنائية الغرض. يا فندم هنقدر نوفر القيمة المضافة لهذا المشروع وتحسين السلالات والتدخل بالعلم في الهندسة الوراثية في هذا المجال؟ احنا يمكن عندنا من خلال الحصر في أعداد الثروة الحيوانية عندنا حوالي 7.5 مليون راس ما بين ماشية، تسمين، ألبان، أغنام، ماعز وخلافه. عندنا رؤوس الإناث حوالي 2.8 قولي 3 مليون راس ماشية. الأصناف عالية الإنتاجية فيها حوالي أكثر من 150 ألف راس. إن شاء الله توجيهات فخامة السيد الرئيس إن إحنا نتوسع في هذا المحور واستيراد رؤوس عالية الإنتاجية. هذا المشروع اللي إحنا بصدد تشريف فخامة السيد الرئيس بافتتاحه بيتضمن في المرحلة الأولى حوالي 2000 راس من عالية الإنتاجية ويعني إنتاجية عالية في مجال الألبان. إن شاء الله معمل حديث للأبحاث البيطرية. أيضا إحنا بنتوسع في هذا الأمر. يمكن امبارح هيساعد في تقليل الأسعار والشكل المباشر، الفائدة المباشرة على المواطن المصري وكمان الفائدة على المربين والمزارعين. أولا له فائدة على المواطن المصري بصفة عامة، إن إحنا بنؤدي إلى زيادة إنتاجية اللحوم وبالتالي تحقيق قدر من التوازن وتقليل فجوة الاستيراد. الحاجة الثانية إن إحنا بنزود كمية الألبان، ومع توجه الدولة لدعم منظومة التغذية وزيادة استخدام ومشروعات تغذية المدارس والأطفال في المدارس والتلاميذ نزود استخدامهم في اللبن. أيضا تصنيع الألبان، وأصبحنا حاليا نصدر قدر من المنتجات المرتبطة بالألبان، ده بيوفر عملة صعبة للبلد. على الجانب الآخر بقى أنه بيؤدي إلى توفير حياة كريمة للمربي والمزارع، لأن بنفس الإمكانيات وبنفس التكاليف بيحقق إنتاجية عالية سواء من معدل تحول اللحوم أو الألبان، وبالتالي إحنا بنساعده في أن إحنا بنرفع مستوى معيشته، بنوفر فرص عمل، بنوفر له حياة كريمة. وبالتالي إحنا توجيه فخامة السيد الرئيس إن إحنا نتوسع في هذا المشروع، وبنعمل بروتوكول مع كبار المستوردين، كبار المربين، المزارع النظامية أيضا بنقدم لها الدعم، وزارة الزراعة موجودة في كل مكان. بالإضافة إلى كده بقى إحنا عندنا الجانب الآخر وهو تحسين سلالات الرؤوس المصرية. بنستخدم السلالات المحلية، بنحاول نرفع إنتاجيتها من اللحوم والألبان من خلال محور التلقيح الاصطناعي. إحنا يمكن عملنا أكثر من 2.6 مليون رأس ماشية ادنا لها يعني جرعات من خلال الجرعات المحسنة خلال الثلاث سنين اللي فاتت. الحمد لله النتائج الإيجابية حوالي 1 مليون رأس. ويمكن حضرتك لو شفتي في مظاهر الثروة الحيوانية اللي موجودة في الأسواق وعند المربين تغيرت شوية، والإنتاجية ارتفعت شوية سواء في معدل تحول اللحوم أو في معدل الألبان، وده كله بيعود على المواطن المصري وعلى شعب مصر العظيم. وتفعيل البحث العلمي والعلم في عمليات التنمية في الداخل المصري بالشكل المتكامل. بشكر حضرتك جزيل الشكر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. شكرا شكرا شكرا.